تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاد اف ام، برنامج البطوله المعد لكم اليومي من اثنين حتى الجمعه. ايمان اهلا وسهلا. اهلا بك منير، اهلا بالمستمعين الكرام، وفي انتظار الكابتن وفخر الدين. انتظار صاحبنا الكابتن فخر الدين الرجحي. مجموعه من المواضيع بطبيعه الحال كيف كتعرفوا في هاد لي دات فيفا اللي كيكونوا في هاد الشهر وفي اي شهر اخر، كتغيب المنافسات ديال البطوله وكتحضر المنافسات والمباريات ديال المنتخب الاول وكذلك المنتخبات الوطنيه. الحديث هنا على المنتخب الاول، ثم غادي نمشيو نتكلموا على منتخبات اخرى اللي كتستعد وعندها اهداف مختلفه. غادي نمشيو كذلك نتكلموا على القرار اللي صدر البارح ديال تاجيل موعد استئناف البطوله الاحترافيه، والبطوله غتبقى متوقفه لمده 3 اسابيع. ثم اليوم غادي نتكلموا كذلك على البطوله الوطنيه للهوات في الدوره ديالها الثالثه واللي تلعبات نهايه الاسبوع الماضي، اضافه الى اطلاله على القسم الثاني ديال الهوات، ماشي القسم الاول، القسم الثاني، واللي فيه مجموعه من فرق الامال اللي منخرطه في البطوله ديال القسم الثاني. بغينا نشوفوا نتائج الرجاء والجيش الملكي ونهضه بركان، اضافه الى اولمبيك تشيره وباقي الفرق المحترفه اللي عندها فريق الامال ببطوله القسم الثاني للهوات. بداية وقبل الدخول في صلب المواضيع، نذكركم مستمعينا الكرام الرقم الهاتفي ديالنا للتواصل 0522-36-05-36، بداية من الساعة 2:30. بحول الله، مرحبا بكل الآراء ومرحبا بكل المستمعين. إوا ملي كتغيب البطولة كيحضر المنتخب، وي ملي كيغيب كتغيب البطولة ديال بدل البطولة القسم الثاني مازال مستمرة، البطوله اللي هو حتى هي كذلك مازال مستمره. كاينه واحد لابوليميكا منير عاوتاني على التاجيل والعصبه وفهمتي. انا بالله انا جايك. هي ماشي التاجيل والعصبه، هي على الملاعب التي يتم اقفالها تباعا. ولكن حتى تطوان واتحاد طنجه غيكون عندهم مشكل في ملعب ثانيه الرمل. شوف كاع الفروق، وانت راه ذكرتيها قلت لي هاد السنه راه غنتادبوا، وحنا غاديين كنتادبوا دابا. ما كنتش كنتوقع انا هاد الملاعب كلها غادي تسد في وقت واحد. تحيه للكابتن فخر الدين. تحية لك منير، إيمان، أميمة وجميع صديقين وصديقات البرنامج. عرفتي غادي نخليو هادشي ديال هنا بعدا، راه نبدا مع فخر الدين من لهيه. بحال لهيه. البارح كيف جاك الإعلان على المنظمين ديال كأس أوروبا 28 و 32 بسلاسة وداكشي. شنو هو اللي غادي يجيك غريب؟ هادشي نيت. حنا ولفنا داكشي كيفاش كيكون عندنا. جو بونس أن ما كنبقاش فهمتي. راه كان ديرنيير مو دابا أنا متبع الركبي كأس العالم. الله الله. فرنسا و او ميم طون كاينين ماتشات ديال الريغو، هادي اللي غتسطيني انا. كاين حدث عالمي في ماتشات ديال الريغو ديال المنتخبات، او ميم طون كاين ماتشات، كاين ماتشات مهمين الجمهور ديالهم تيتفرجوا فيهم الناس وكيديروا هذا، حاجه ما واقفه. رايك كاس اوروبا حتى هما دخلوا داكشي الملفات المشتركه 2028 باش شوف. انا كيجيني هذه القضيه ديال هادشي اللي غادي يولي من هنا للقدام، ولا هو اللي غيولي واقيلا، هو اللي غيولي، هو اللي غادي يولي، هو اللي غادي يولي. الترشيح الفردي، الفردي ما غاديش يبقى. علاش نقول لك علاش؟ شنو حتى واحد ما بقى قاد عليه ولا شنو استراتيجيه جديده ولا فيفا غتهنى من ناحيه واحد القضيه، اون فوا تنكونوا ثلاثه حتى ولو وقعت شي حاجه في الاختيار كنمشي ندير بعدها لجنة تقصي الحقائق وتمشي نشوف. لا هذه اليوفا، لا عرب كدوش انا، كتكون شي حاجه ماشي هي هذيك تنقدر ندير لا رومبلاسون كيكون موجود عكس واحد كيخلق مشكل. شكون اللي قال؟ انا نقول لك من هنا لقدام هاد لاكوب دافريك اللي ما بقى حتى واحد، اصبحت يعني كيف كنقولوا حنا جنوب الصحراء غتولي صعيبه عليهم. ماشي غتولي صعيبه، راه هي ديجا دابا غدا تولي ثلاثة ديال الدول، ديجا هي كانت في 27 راه ثلاثة ديال الدول، ثلاثة غادي تولي القضية ديال ثلاثة. هذا اختيار هذا اختيار باش تكون الأمور هانية، باش حتى واحد ما غير كيجيك الاختيار ديال بعدا بريطانيا إيرلندا يعني ديك المنطقة المملكة المتحدة بلاصة وحدة 2028، ثم 2032 إيطاليا وتركيا ملف مشترك قريبة. كيف جاتك أنت هذا؟ جوج ديال ماشي نفس الحدود. شنو المفاجاه اللي غتكون عندك انت هنا؟ هي ايطاليا وتركيا. اوروبا ما كاينش القرب زعما، ولكن اوروبا قرب شويه، اختلاف في العقليات، اختلاف في الجو. اوروبا وحتى ملي كتقول وقال تقدر انت تقول المانيا تركيا بحكم على اللي تركينين
بزاف أوكي. المانيا ما لاحظتيش ملي كان واحد الماتش ميكا ديال المانيا وتركيا أيه. يعني ملعب كله تركيا وراه كانوا ناضوا ازمات لداخل ما عليناش ولكن حتى هذه ديال اوزيل هذه القضيه واحد القضيه خاصها عرفها الطاليان والترك بحال كتقول واحد دو تومبيرامون اللي كيتشابهوا وي سي فغي تركيا راه شويه يعني مديه داكشي ديال اوروبا شوف راه ماشي راه اوروبا بغينا ولا كان هنا والناس خدامين وكيشتغلوا انا هادشي ما كيماتيش يفاجئني انا قبل ما تعطينا اميمه الفاصل مدرب جديد لسيفيا شكون هو دييغو الونسو الاوروغواياني استن اونسيان جوور هذا نو اونسيان جوور هو شوف كيفاش غادي تمشى مع الامور تا هو كي جا كتبدل عندهم هما ديال المدربين ماشي تبدل وهما كيقلبوا من بعد ما عاشوا فتره ديال زاهيه مع لوبيتيغي ومع سميتو مع بونو مع واحد العدد كبير ديال في الاوج ديال العطاء ديال خيسوس نافاس وفهذا ما يمكن الجمهور ولا المكتب ما قابلش على انه سيفي يتخبط في هاد المشاكل خصوصا ديال البطوله وهذا لان سيفي واحد الوقت من الاوقات ما كيحيرش لا في برشلونه لا في ريال مدريد يعني دائما كان موجود ولكن هاد التخبط يعني كانوا عنده الملامح ديالو فاش كان بونو داك الشيء زعما بحال لا كونفيرماسيون دابا ما نقدر نقول لك انا على انه هاد المدرب راه ماشي خايب دابا هذا هو المشكل ولكن هما باغيين كيقلبوا على القمه كيقلبوا على انتصارات كيقلبوا على بزاف ديال الحوايج ناخذ واحد الفاصل مع اميمه ومن بعد باقي ليا من البحر لهي واحد شي حاجه اللي غتكون متبعه انت مزيان بغيت نسولك على هذا العرض اللي كاين دابا ديال شراء اولمبيك مارسي من راس مال من لهي من الخليج قطر انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين المهم شي حاجه دارت هنا في الاوف خلات حتى في وسط الحلقه وغادي عندها علاقه بالفئات الصغرى عندها علاقه بلا جيستيون ديال الوليدات ديالنا هنا في المغرب كيف تتم والهم اللي هازين الاباء والامهات اللي على ولادهم عليناش ما كاينش والله العظيم واش غدير منين غتشدها ما عندكش منين والله العظيم منير الا سمحتي لي قبل ما نبداو نسينا اللاعب ديال الوداد الرياضي اللي تعرض اسامه فالوح اللي تعرض لواحد الحادثه خطيره ولحد الساعه باقي في عينيه المركزه دونك كنتمناو ليه التوفيق لاعب ديال الوداد اسامه فالوح هو اللي ما كيعرفوش هو بدا في الاكاديمي لا كان خرج هو عز الدين اناحي فوق واحد مشاو لستراسبورغ وعاد من بعد مشاو لذاك الفريق اللي هو اللي كانوا يلعبوا به من بعد وناحي دار هذاك اسامه فالوح رجع سينا في الوداد تقدم هذا العام في الوداد ولكن ما لعبش جوبونس كاين دابا في الامل الا ما خفتش نكذب فكنتمناو ليه التوفيق لانه جاه نزيف داخلي وداك الشيء الله يشافيه كنتمناو ليه الشفاء العاجل واللي نسينا بعدا هو تعازينا لعائله البناي فاس البناي فاس عبد الله عبد الله البناي الله يوالي رحمه الله هذا اللاعب لعب بالضو عندوني التصويره دابا كاج مورا عبد الرحمن السليماني واحد عدد كبير مع كان مع التازي والقزار الله يرحمه والقزار والهزاز الله يرحمه واحد الفئه ديال الله يرحمه ثم مع بونو هذا من الناس من اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا في الدفاع ديال المغرب الفاسي انا ما عنديش المعلومه اذا كان السي تهامي متبعنا ولا الاصدقاء ديال فاس واش هو الوالد ديال دوك لي فرير البناي اللي لعبوا في الماس لا عثمان البناي و كنت كيسحب لي الاب ديال النمساوي لا ذلك انا هنا كان عثمان بناي لا كنقول لك انا هو لا محاش نو بونس با عثمان وامين بناي جوج محاش لي فرير بناي ومسي تامي تعازنا هذا واحد من المدافعين اللي عاش مع واحد الحقبه مع فريق المغرب الفاسي واللي عطى شيء كثير في واحد الوقت اللي كانت الامور عاديه الى اقصى درجه يعني كتلعب من اجل المدينه من اجل الشرف ديال داك الجمهور اللي كيبغيك من اجل ديك القهوه اللي غتسالي وتمشي تجلس في القهوه مع دوك الدراري صحابك كنت كتلعب الكره بواحد الشكل ديال كتخاف من صحابك اللي يقولوا لك انت راه ما اذا هاد الناس هادو الحمد لله لانه يا وما تقدرش تقرب هادو مدافعين اللي كنتي كضرب لهم الف حساب منير باش تقرب ليه تالمون بداك لونجاجمون اللي كان عندهم الله يرحمه مسكين الله يرحمه ويوسع عليه تعازينا الحاره الاسره ديالو الصغيره كبرت ثم العائله ديال الماس يعني باكملها كان لعابه وكل شيء الناس بتاك اللي كاينين تما تحيه للاصدقاء المصابين وتعزينا الحال العائله ديال والاب ديال عثمان وامين ديال عثمان وامين عثمان بناي راه كان من المتوجهين مع رشيد الطوسي بديك الثلاثيه ذاك الجيل اللي كان فينيت النمساوي واليوسفي
ايوا تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. ما جاوبتينيش على ولا ما سولتكش بعدا عرض لشراء اولمبيك مارسي من راس مال خليجي. كنا كنقولوا واحد المثال واحد الوقيته كنا كنقولوا واش كون شرات يعني قطر كون اتجهت لمارسي على باريس سان جيرمان كانت واش تقدر تحقق القاب؟ هذا سؤال كان موضوع. علاش الشعبيه اللي كتوفر على اولمبيك مارسي اكثر من باريس سان جيرمان؟ كانت عندها الشعبيه ديالها. لا ولكن الشعبيه ديال مارسي شي حاجه اللي هي كيف كنقول انا قاصحه صعيبه على ديال باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان مازال كاين ذاك الخاطر تيتقبلوا شي حويجات وكاين باريس سان جيرمان داز عليهم شي حويجات كون داز على اولمبيك مارسي كون شتي شي حاجه اللي ما شتيها. انا السؤال اللي عندي هو قلتي لي انت لا عندهم شعبيه. عندهم شعبيه ولكن الشعبيه ديالهم معروفه. غير في هذه القضيه ديال هذا العرض اللي موضوع الان في انتظار التاكيد وداك الشيء قلتي واحد القضيه كتقول باريس سان جيرمان مارسي باريس سان جيرمان راه واخد هذاك الراس المال القطري دابا هو اللي كيسيرها ولكن مارسي فريق ديال القاعده. واش هاد الشعبيه واش هاد القاعده غتقبل ان الفريق ديالها الجمهور ديالها واش هما ديجا هاد اللي وقع مؤخرا هادشي اللي وقع وراه اللي وقع مؤخرا على هادشي ما يمكنش قالك هذا يجي يدير لينا ما يمكنش هذا يدربنا ما يمكنش هذا. اذا هما قالك لويم سينو هذا شعار دايرينو دابا هما واش يقبلوا. انا كنقول انا نقول لك 50% ما يقبلوش وبلاتي و50 يقدروا يقبلوا. علاش؟ يشوفوهم واحد الناحيه واحده اخرى يقول لك هذاك الشيء اللي ناقصنا حنا غادي تجيبوا لنا هذا المستشار غيجيب لنا فلوس ولولي عندنا حنا الحق بحال اللي كدير باريس سان جيرمان كتشري لعابه في المستوى حتى حنا غيولوا عندنا لعابه في المستوى وديك الساعه غادي ينافسوا على الشامبيونز ليغ. ويقدروا ما يقبلوش لانه هذه القضيه ما نجحتش في باغي غيقولوا راه تقدر تفشل عندنا حتى حنايا. لا راه ما سمعتيناش قلنا 50 50 دائما. لا زعما انا عطيت زعما وي هذيك راه ملي كنقولوا 50 50 انت تهضري على النجاح ما بعد. انا قلت راه ما غيقبلوش. علاش؟ لانه شافوا ذاك الفشل في باغي زعما ما عطيتوش 50 50. لا الامور تقدر تغير. انا كنشوفها بالمنظور ديالي والتفكير اللي كنشوف فيه انايا هاد الفرقه وهاد الجمهور يقدر يتقسم على جوج يقول واحد شي ما باغيش فئه تقول انا بالنسبه لينا علاش حتى حنا ما نعيشوش داكشي اللي عاشوا هاد الفريق ونديروا هذا ولكن وقلناها في اوفه القضيه فخر الدين ديال علاش نجحات في الانجليز وما تنجحش في فرنسا. ماشي ما نجحاتش الانجليز ماشي نجحات لي زونجلي راه تقريبا كاع لي زيكيب شارينهم وناش زعما شارينهم ناس عندهم رؤوس اموال الناس اللي هما العالم هالي شينوا هالي زاميريكان. دابا غير كل واحد وكيفاش دير كاين اللي واخد الفرقه وهو بعيد ما دخلش في لي ديتاي. لا ماشي هو مقابلين شغلهم ولكن هو بعيد. هادو لا هادشي ديال باريس سان جيرمان تيرمون يعني ناصر الخليفي الخليفي دائما موجود هنا وموجود هنا وما ساعدتهمش الظروف رغم انهم كانوا كيشري وكيديروا. اخر حاجه وقعت هي هذه اللي وقعت ديرنييرمون هي انك ملي كيفاش تقدم راموس وكيفاش تقدم حكيمي وميسي وفيراتي ونيمار منهم نيمار وكل شيء هذا الشيء ولكن هذوك الفرقه كامله الخبراء ديال الكره اللي هما ادرى ما نقول لهم انا ما غاتمشاش حيت ما غاتمشاش بديك الطريقه. سي سعيد شكرا اخويا للتذكير. الله يرحم كذلك تا مصطفى زكري عضو السابق ديال اللجنه الاولمبيه نائب رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس ديال جامعه الجنباز الله يرحمه ويوسع عليه. مصطفى زكري تحيه لكل الاصدقاء. انا بغيت ندخل معك فخر الدين وايمان بغيت نرجع لك شي ديال كاس العالم 2030 ولكن من واحد الزاويه. حنا عودنا المستمعين كل مره كنمشيو لواحد واحد الزاويه. هضرتي لنا ذاك النهار على البارح على الطريقه باش تم الاعلان وداك الشيء. راه كاين باقي نفس البروتوكول ما غادي يتم الاعلان رسميا على المحتضنين حتى الاواخر ديال 2024 غير هو المسائل دابا راه بينا وما غاديش يكون فيها شي تغيير كثير. الله اعلم شوف المفاجات. اهم مرحله اللي كاينه دابا هي داك الشيء ديال تنقية الملفات تقييم الملفات. حنا بالنسبه لنا كمغرب حنا ما عمرنا في البنيه التحتيه ديالنا ما نتقارنوا مع اسبانيا ولا البرتغال وداك الشيء اللي بادين قبل منا كيف ما كان الحال ولكن راه نديروا واحد القضيه راه نرجعوا داك التقييم اللي كان دار في الملف ديال 2026 ياك وديك التاسك فورس اللي جات زارت هنا وعطات بالتفاصيل شنو هما نقاط القوه ونقاط الضعف اللي كاينه في الملف المغربي. بغيت نمشي لواحد النقطه اللي هي المواصلات. المواصلات تعطات فيها نقطه ضعيفه في الملف اللي داز ديال 2026 كنا جبنا فيها 2.1 على 5
الحد الادنى زعما ديال التنقيط وصلنا لا ليميت واش نقدروا ديك الساعه 2018 دابا من هنا لتما واش نقدروا نكونوا احسن بزمنك من خلال مفروض عليك توفر يعني كيف كنقولوا حنا هذه كما قلتي نقطه اللي كنظن ما غاديش يتجاهلوها المسؤول ما عندها علاقه بالملاعب ايه ما على ولكن داخله في صور الموضوع الملعب راه غير واحد الجزء حيت الملعب راه كاين الملعب اللي كتبغي تهضر عليه حشومه كاع تدخلوا انت تقول الملعب الملعب راه تيبقى شي حاجه اللي هي كاينه مفروض عليك خصها تكون كاينه راه اللي يهضر معايا على لو كوتي ليكستيريور المواصلات مثلا غير المواصلات راه غادي يمشي معاك كل شيء لي زوتيل و غير اللي مشيتي مي غير داك الشيء ديال المصحات داك الشيء ديال راه كيمشيو معاك كاع الامور اللي تقدر توقع في كاس العالم لا ما حيت جمهور تصاب هذا دار يعني المواصلات كيفاش انا غادي نخرج من هذا الملعب على قطر اش الاول حاجه اللي بازات عليها واخا ماشي هما حنا ماشي قطر حنا كبر منهم وعندنا بزاف ديال المساحه وما عندهم مساحه صغيره ولكن مساحه صغيره قدروا يديروا ولكن قدروا يجيروها قدروا يديروا هذا وانت كتخرج من هنا وكتوصل هنا ونفعتهم حنا غادي ان شاء الله حنا خصنا نبداو نبازيو على القضيه ديال المواصلات على سبيل المثال انا نمشي معك بهذا الشيء اللي عندنا دابا هذه اللحظه هذه في انتظار التجديد والتاهيل والكشف على البرنامج ديال الاصلاح المواصلات من والى ملعب مراكش والمواصلات من والى ملعب مكادير حتى هي وما بين الرباط والدار البيضاء الرباط والدار البيضاء هالو طروت حتى جي فيها لا مازال كيفكروا على انه من والى الملاعب طروت وحده اخرى هذيك الطروت دابا مراكش واكادير طرق السيار زعما ما كاينش تي جي في غادي غادي ضروري مي بازي ولا هادشي وحاجه اخرى اللي انا كنقول ربما هذا الملف يقدر التنقيط ديالنا يتزاد ان بزاف ديال المدن اللي كانت في الملف ديال 2026 ما كايناش دابا لان كانت كنتو كتعقلوا راه كانت ورزازات كانت جديده كانت مكناس كانت الناظور فاس وجده يمكن فاس وجده البنيه ديالها اكثر من ورزازات جديده مكناس والناظور ولكن تحت الرباط وطنجه ومراكش وكازا على سبيل المثال هاد المدن ما كايناش كاين فقط غير طنجه الرباط الدار البيضاء فاس مراكش اكادير وهذا من هنا ل 2030 حنا شويه المدن اللي كنذكروا دابا وقارن وحيلها على فرق بريمير ديفيزيون بحال استقادت الامور وتصلحات كي غادي يكون عندك واحد الفضاء ديال اللعب واحد الخريطه مزيانه بالنسبه لاقلاع الكره المغربيه حاجه اخرى كنا ديما كنهضروا على محور الدار البيضاء الرباط هو اللي كيحتضن المنافسات كاس افريقيا للسيدات ديك الكاس اللي كانت مبرمجه هنا ديال قبل من 17 سنه الدار البيضاء المحمديه وكنوش ما كتشوفش انه حان الوقت الناس بدات تمشي لشي محاور اخرى على سبيل المثال اختاريت اليوم بغيت نهضر على محور بركان وجده الحسيمه اللي فيه ثلاثه الملاعب زوينين يحتضنوا كاس العالم ماشي كاس العالم شنو بحال مثلا هي كاس افريقيا للسيدات جايه والملاعب كبرى مزيانين مزيان انا معك بركان وجده الحسيمه مزيانين حسيمه التيران ديالها راه كلهم ملاعب زوينه صغيره ومجموعه مزيانه علاش لا مزيان وقريب ملاعب قريب لبعضياتهم داكشي قريب وجده فيها مطار كبير الملعب خصو غير شي اصلاحات يولي يبان احسن بزاف ديال الملاعب في لافريك جنوب الصحراء لا ويلي كاع مابقات محطه قطار لا يجب المقارنه القرب ديالهم السعيديه وبركان بيناتهم الاكاديمي ديال نهضه بركان المركز الفيدرالي للسعيديه ها ملاعب تدريب واش حتى حنا ولينا حتى حنا خدامين في الملف ديال داك الشيء على اين الحديث على التنظيم ديال التظاهرات بالضروره ماشي غادي تدوز من الملاعب ولكن كاين شي جوانب اخرى اللي محيطه بالملاعب اليوم يمكن اختارينا نهضروا على المواصلات وفي حصه اخرى غادي نهضروا على شي حوايج اخرين اللي من خلال التنقيط اللي جبنا في 2026 يعني في الاعلان على 2018 نشوفوا الى اي حد في 2030 غادي نقدروا نمشيو في هذه الاشياء مزيان نقراو بعض التعليقات سي فخر الدين ديال الاصدقاء ديالنا اللي مشاركين معنا واللي كيتبعونا عبر شادا اف ام في اليوتيوب الرحام ياسي قال لك الفار في البطوله متاخر بزاف فخر الدين شنو صافي وكتسولني على واحد قال لك الفار متاخر الفار كمل القرايه ديالك ديال سميتو ملي يكون شي حاجه اللي غنتكلم انا نتكلم عليها صافي انا غادي نقرا بلا كاع ما كاين مشكل لا الا كاين شي موضوع غادي ما كاين مشكل هاد القضيه ديال الفار احنا ديما كنهضروا عليها قلت انت غير البارح قلت حنا انا ما كنفهمش انت ما كتفهمش انا ما كنفهمش ونبقاو نحكروا على هذا الشيء قدام الفار خصو غيولي سريع خلاوها بالهلاي وايمان راه شاك ماتش كاين دي ماتش اللي كيمشي
كيبقى شحال وكت كيشوف اللقطه. واش دابا المشكل من الحكم ولا من الفار؟ لا دابا بغيت نفهم اللي كيقولوا لي هو خذ قرار. انا جو بونس حيت الحكم ولي عنده اخر كلام كيبقى ديال الحكم سكفي مي ملي كيولي عندهم هما لودوت كيقولوا ليه شوف خذ قرار ديال. ولكن نورمالمون دابا الحكم ديال الفار خصو فاش يكون جاي عنده الحكم ديال الوسط يكون عارف لا ريبونس ياك. دابا بلاتي لا كنعطيك انا غير اللقطه. لا دابا الحكم ديال الوسط خصو نورمالمون يشوف اللقطه، ولكن الحكم ديال الفار غيسهل عليه غيكون عنده اون ريبونس. الحكم كيسهل عليك ديال الفار مي كيعيط. فهمتي الحكم ديال الفار كيعيط عليك راه سهل عليك ديجا صافي فوالا. لا عيط عليك علاش داك التعطال؟ عيط عليك قال لك اجي نشوف هاد اللقطه بحال اللقطه ديال وجده مع الماس سبور بيلانتي وشحال هو كيشوف وتا الظلام ما عاونش ما كاينش ليكليراج وداك الشيء في الاخر رجع عطاهم يعني كورنر. تسمحوا لي نجاوب غير واحد الاستاذ سي ابو حميد الصغير قال لك استغرب تتكلمون في الخوال خاوي الناس كتموت في سبيل الله انتم متابعين الرذاله بامتياز. خويا سير تبع نشرات الاخبار ولاش متبعنا حنايا اللي كنتي كتنتظر الناس كتموت لله في سبيل الله يرحم الجميع والله يواليهم برحمه الله ما تبعناش اخ سي ابو حميد الصغير. تحيه لك اخويا شكرا. واحد القضيه تبع هذا الشيء اللي كتكلم فيه انت لا ماشي ديالك انت خاص بك وسمعتي هذا ماشي خاص بك انت واش بيان ولا به هو لا هذا الشيء كتكلم فيه انت ماشي ديالك انت ما درتي والو انت ما حتى هي كتدقل المعلومات فحالك فحالو شتي هو براسو نورمالمون راه حنا كنتفرجوا حنا كنشعلوا التلفزيون مع الليل وكنشعلوا كنشوفوا النشرات وكنشوفوا وكنديروا كاين مشكل غير ملي يدير شي كاميو يكون غادي طالع يدير احنا موجود ها عيط لينا اييه مرحبا واش فهمتي اش بنقول لك اما هادي ديال الشفنجه وتريح ودير هادي راه سالات والبراد بلا غطا راه قلت لك انايا ابسط الامور هي هادي الشفاء العاجل اسامه فالوح جيريمي ماي قال لك السلام عليكم سؤال الفريخ قال لك البارح تكلم على ناظر بلاصتو في المعموره واش المعموره نادي لكره القدم في الدوري المغربي ولا اكاديميه لم افهم ماذا يقصد بها يكون عنده حتى هو انا نجاوبو جاوبو انت جاوبو انت قول لي بما انك انت تبارك الله طالع سمعتي البارح فخر الدين هضر على المسار ديال ناظر بعد من خلال السؤال ديال السيد اي انا نرجع به البارح لان البارح فيه جواب هو كيسول بناء على البارح فخر الدين هضر على المسار ديال ناظر كلاعب محترف اللي دوز مايوركا وفرنسي وبنفيكا وداك الشيء وكان هداف ودار سميتو كلاعب دولي محترف هضر على التكوين ديالو كمدرب في البرتغال في لا فورماسيون اللي دار من خلال هذه المعطيات قال ان حسن ناظر بلاصتو مثلا في الاداره التقنيه في المعموره في التكوين في شي حاجه اللي غادي يستافدوا منه الوليدات ولكن كاين واحد القوس عاوتاني اللي ما رجعتيش ليه تقال البارح الامور كلها لها علاقه باختيارات المعني بالامر هو فوالا هادشي اللي كاين هو السؤال ديالو اش كان فيه قال لك زعما انت دغيا هزيتي حطيتيه في المعموره واش المعموره مركز التكوين ولا نادي لكره القدم؟ لا ما كاينش معموره ما كاينش اللي ما داش فيها انا من حكم ما عرفتوش كيعرفوا حسن ناظر واش تفرج فيه واش عنده التاريخ ديالو ما عرفتش انا الله الجير هذا اللي كيهضر سي جيريمي جاوب سي جيريمي حيت هو كيصيفطني اعطيني غير الله الجير كنعرف واش شتي هذا الولي هذا الدري هذا ثم ملي كنتكلم انا كنتكلم بدلائل ما كنتكلمش في الفراغ هاد السيد على داكشي اللي كيدير قلت لك توا بامكانه يكون توا تما ويساعد الدراري ما قلتلكش انا مفروض يكون وكنضرب خاطر انا يمكن كون جبت لك شي واحد زعر وسميتو ناديروس وعنده التاريخ ديال ناديروس ديال ناظر ديال ناظر الوداد وبنيفيكا اسمع هاد يا مولير انا كنسمع دابا انا هذا حسن ناظر وكان هو ناديروس ناديروس اللي عاش في البرتغال لعب بنفيكا ودار هاد وسمعوه هو بين معمورة ديريكتور تكنيك جا واحد السيد سميتو ناديروس هاد التاريخ ديالو هداف بينيفيكا في الوداد في المنتخب الوطني وداك الشيء غادي يصيفطينا يقول لنا هاد ناديروس غادي يعاون الوليدات وغادي يدير لهم ولكن حيت سميتو مسكين حسن ناظر عنده شويه قاصحه السميه واش فهمتي اش بنقول لك؟ تحيه لناديروس وتحيه لجيميرينوس سميتو هو جيريمينوس تحيه للسي جيريمي الله لك السي جيريمي صديق ديالنا جيريمي جيريمي راه كيشارك معنا دائما خويا منير قول فخر الدين مصطفى مستودع تظلم في المنتخب كاينه ماشي تظلم
هضرتي البارحه منير وشنو الجواب ديالي عاوتاني؟ حتى الناس بحال ما كيكونوش كيتصنتوا لينا. الوقيته اللي تكلم هذيك الحقبه قلنا كانوا دراري تبارك الله، ولكن ما عندك ما دير. عمر الجاري الله يهدي. واخا واخا وإلا مزيان كتجبد ليا رضا الرياحي. يا راه خطفت عليه من فمي. رضا الرياحي ومستودع كانوا في اللائحه الاوليه اونري ميشيل قبل كاس العالم 98. واش لاكاليتي ديال هاد لي جوار؟ راه الامور ما عندكم ما ديروا. هاد لاكاليتي ما تقلبش عليها دابا. هاد الناس جاو في واحد الوقت واش انا تزاديت يا مات كارين شو بولي؟ اش بغيتي ندير؟ راه كاين شي لعابه تزادوا يا مات كارين شو بولي وزاكالو وباكنباور ورومينيكي كي غيديروا تيتباعوا لبرا. وهاد اللعابه كاينين راه ما تجربش يلقى بلاصتو راه شحال هو كي في بورتو. الله يرضى عليك. اذا دابا الامور انا نقولها اصبحت شويه فيها البساطه، كتقدر عب بواحد النيفو ديال 50-60% ان بو دو طرافاي وانت في لا وتقدر كاع انت هذا هاد لو طرافاي انت راه يمكن ما كتخسر عليه والو هنايا كتولدوا لك شي ام مغربيه الله يجازيها بخير في اوروب ولا شي ام مغربي لهيه انت كتلقاه في شي في شي سونتر ولا في شي دا الناس خدموا معاه وكتاخذوا هو سولي على مستودع على واحد الدراري جيل كبير. الفريخ ما هي الخطه التي كان يحبذها كمدرب؟ واش الضغط؟ واش متحفظ؟ ولا بلوك متوسط؟ انا متحفظ كنصلي هذيك محافظ زعما لا هو شوف الماتشات على حساب كورتك انت والله العظيم انا الشهاده لله لا ديالك لا نعطيها انا التصريح ديال اول تجربه في خير الدين في الوداد 2002 اول ماتش مازال ما دخلوش اللعب اول تجربه في ليكيب بريمير الوداد خير الدين واقف حدا الفيستير كيتسنى اللعاب يخرجوا اللعاب يخرجوا بعدا شكون؟ جرموني وربيع العفوي وما اميرسون وزيد ابرامي والدراري المهم مريح فخر الدين. انا ديك الساعه مشينا للتيران جبت المانيطوفون ديالي مشيت عند فخر الدين قلت له تصريح قال لي مرحبا قلت له اول ماتش ليك مع الوداد شنو كتسنى؟ قال لي جوج كلمات قال لي الوداد اللي كانت قبل مع لوزانو ماشي هي اللي بغينا نشوفو دابا بغينا نشوفو البيوت بغينا نشوفو الكره صافي. اها عندك لعابه عندك اميرسون عندك دراري عندك عربي العفوي عندك كلشي وكتلعب بواحد الطريقه اللي الجمهور ما كانش اسميته وصل الماتش الحمد لله وصل الماتش 3-0 انا سالين انا ايمرسون ولا كيماركي؟ وهذا سؤال تا هو كان وجهه باقي الان تحيه لايمرسون انا باقي الان كيصيفط لراشيد تورينو كيسلم عليه وتيقول له سلم على فخر الدين ولكن هذا لا يعني عاوتاني راه عاوتاني طبيعه الفرق اللي طبيعه الفرق اللي كتدرب واللعابه اللي كيكونوا عندك انا دابا باش نقولها الوقيته اللي غنمشي نخدم مع بعض الفروق اللي هي مع الكوديم ولا مع اتحاد طنجه ولا مع الكوكاب مع المسيره ومع بني ملال ومع بزاف ديال الفروق كدير شوف كتمشي على حساب داكشي اللي كتوفر عليه كتمشي بالحساب هذاكشي اللي كتوفر عليه لا اقل ولا اكثر. انت اللي انا غادي تعطيني انت اللي تلقيتي احمد القصاب في الكوكب ياك احمد اييه لاريير دروان جميل هذيك واحد الحقبه تاعي تما في مراكش ما نقولها لك والله العظيم والحمد لله شوف منير اللي زوين والجليدي مولاي عبد الله الجليدي اللي جا لكازا لعب في كازا تاع هو لعب فيها وكتبقى العلاقات والحمد لله ماماي مولاي عبد الله الجليدي رشيد قال لك بالنسبه لي حسن نظير افضل لاعب شاهدته في تاريخ الكره المغربيه من بين من بين من بين من بين من بين, من بين, من بين وداك الشيء اللي دار في البرتغال غير عادي والله الا بصح والله الا كان صحيح اعتقد ان انتقاله لبنفيكا كان خطوه للوراء بالعكس يا صاحبي اش قال لك؟ قال لك انتقاله لبنفيكا كان خطوه للوراء بالعكس او يعطي فين مشى؟ مشى واش شكون بنفيكا هذيك الوقيته؟ اوزوبيو انت مستلمك هاو بنفيكا ما ادراك ما على اي نحن كنهضروا على هاد الاشياء اللي عندها علاقه بالمنتخب الوطني المغربي البعثه المغربيه مشات لاكوت ديفوار الاتحاد الايفواري كيعلن على ان الندوات الصحفيه ديال المدربين غتكون نهار الجمعه وهذه دقيقه كاينه ندوه صحفيه نهار الجمعه وكاين غياب حكيم زياش ما عيطش ليه لا كاين ايوا شنو اصابه بليسيور وخلاتيني اش هو البروبليم اللي غيكون عندك انت لا كنسولك انا بحكم راه واحد من مناش واحد مناش واحد من مناش من المعول عليهم في ليكيب كيفاش مناش بالعطاء ديالو واحد من الرسميين عند الركراكي عند الركراكي ولكن كشي حاجه اللي هذا انا كان جو بونس الركراكي قادر يعوض بيان سور دابا المشكل في لا دوبلور انا حكيم زياش لو جو دابا اللي كيلعب حاليا حتى مع ليكيب ناسيونال راك شتي كيفاش كيلعب حكيم زياش انا كنقول لك خصو يزيد يخدم خصو يخدم
خصو يخدم ويخدم ويخدم، خصو يضمن الرسميه في الفريق ديال غلطه صاري. غلطه صاري ماشي سهل بزاف، ويدير في تركيا بعد الصحف اللي كتقول علاش حكيم زياش زعما في لابليسيغ دابا الوغ كو عنده في لادات فيفا خصو يتعالج من هذيك لابليسيغ اللي عنده الوغ كو مستدعينو في ليكيب ناسيونال. دابا نايضه ضجه كبيره في الصحف ديال تركيا على هذه القضيه هذه، زعما كيفاش كان الاختيار ديالو خصو نورمالمون يرتاح في هذه اللادات دو فيفا. كنشريك انا ملي كنجيبك على اساس هادو الناس محترفين، اون فوا كنجيبك باش ديري لا ديفيرونس، كنجيبكش انا باش تجلس تخيم ولا غادي دير. انا كنقول لك زياش خصو يخدم، وانا عارف بان وليد الركراكي غادي يكون عنده الكونتاكت معاه وغادي يكون كيهضر معاه، وخصو يرجع من لا بليسير ان شاء الله ويقدم مستوى كبير باش في لاكوب دافريك يكون عنده ذاك الفوليوم ديال لو جو ويكون قادر يتحامى تاهو مع الدراري بحال الشكل دابا اللي يدير سميتو سوفيا المرابط، بحال اللي يدير حكيمي، بحال اللي يديرين بزاف ديال الدراري، بحال اللي يدير حاريت وناحي، بحال بزاف ديال الكعبي، بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الدراري خدامين وكيبينوا من خلال الماتشات ديال البطوله ولا المشاركه الاوروبيه على انهم حاضرين. زياش انا بالنسبه لي تيبان لي بانه ما بين الحضور ما بين الغياب ما ني با ستابل، ني با ستابل، هادي صافي لونطون كي ني با ستابل. انا كنحسب بان زياش منذ الخروج ديالو من اجاكس يعني ما بقاش باقي عندنا الوقت فين نهضروا على الماتش ديال الكوت ديفوار ونشوفوا حتى يوصلوا بعدا في امان الله وحفظه ونشوفوا الحصه التدريبيه الاولى في الكوت ديفوار وداك الشيء. الا بغيت نسولك في هذا الفريق الوطني المغربي دابا شنو هي اكبر حاجه كتخوفك انت؟ قلتي باقي الوقت لا اليوم يلا لا ماشي الكوت ديفوار لا من هنا ال تم حظ كان خلينا نشوف انا هذا الماتش ونشوف وين ديستينتاج. انا مزيان هذا الماتش، بغيت نشوف انا هذا الماتش مع الكوت ديفوار. انا بغيت نشوف هذا الماتش، وتحيه لوليد الركراكي لانه قبل الاختيار لانه كاين واحد المدربين بزاف كنتي ملي كتحط لهم شي بعض الخصوم ما تيقبلهاش لك، تيقول لك انا لا ديما مولا هي منظمه وشاركه انا ما نمشيش تما وما نعطيهمش دابا. مزيان كوت ديفوار خصم يعني مباشر عجبني نشوف وليد يقبل هذا التحدي هذا ويلعب ماتش. وانا قلت لك عاوتاني ونزيد ناكد لك حتى اللي ما سمعناش النتيجه ديالو ما عندها ما تاثر الحمد لله، وفيها استفاده من ناحيه التعادل هزيمه وانتصار بحال اللي درتيه غيكون عندك. اذا انا ان شاء الله بحالي بحال جميع المواطنين المغاربه نجلسوا ونشوفوا هذا الماتش كيفاش غيكون ان شاء الله مع ان شاء الله اللي كتجيهم ديال كيبغوا شويه ينفخوا العضلات ديالهم ويديروا هذا ولا غادي يكونوا لاعبين منير ما عرفتش شكون المدرب لاكوت ديفوار اللي عنده السلطه ديالو في فيستيان الله يفكرنا في الشهاده ولا مدرب اللي غير حتى هو حيت ما عندهم واحد المشكله هما الكاميرون. انا من بوميل ما عرفتش شكون اللي مشى هذا هو لو بروبليم اللي هو انه لونترينور الداخل تيكون عندهم بحال شي واحد غير غادو باساج ما كاينش احترام. جون لويس كاسيت بونس هو لاكتويل كاسيت كاسيت ديال الكوت ديفوار والادجوان ديالو هو السيدي ها هو بريباراتور فيزيك غناخذو واحد الفاصل. وهذه المره بغيت نمشي معاك فخر الدين المنتخب حضر المونديال هو اقل من 17 سنه وعنده ثلاثه ديال المباريات وديه تروا ماتش انترناسيونو. فاصل ونعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام، تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. المدرب ديال الحراس ديال منتخب كوت ديفوار يلاه تعين هاد الايامات هو الان غواميني. الان غواميني فاش كنا كنجيبوا لي غارديان دو بوت في المغرب هنا كان ديك الساعه هو وايفان في الجديده واحد عدد كبير بن ميلود ديال الجزائر الجزائري بن ميلود كان في الفتح ومن بعد كانوا ديالو الحسنيه عمر ديالو يا سلام. سي رشيد قال لي سيمون لم اقصد ذلك، تمنيت لو استمر في فرنزي كيهضر على حسن نادر على الاقل ثلاث مواسم اضافيه كان سيحطم مجموعه من الارقام ورحل للدوري الايطالي والاسباني والخير فيما اختاره الله. شكون عفاك حسن نادر قلنا ديري احنا معاه ما قلنا لا انا ما يقصد هو يصحابو دابا بالعكس انا والله العظيم الا كنهضر معاك من القلب الصافي ما كاين حتى شي مشكل. احنا عارفينك واحد مستمع ديالنا ما كاين حتى شي مشكل نهائي. المنتخب الوطني قل من 17 سنه اللي كيستعد المونديال مع سعيد شيبا
عنده ثلاثه ديال المباريات وديه في ماربيا. الماتش الاول مع المنتخب الكوري الجنوبي نهار السبت، لا اليوم. الماتش الثاني نهار السبت مع انجلترا، والماتش الثالث نهار الثلاث اللي من بعد مع لي اوفان ديال مالاغا اسبانيا. سعيد شيبا كيف العاده استدعى 26 لاعب ديالو اللي ما كانش فيها شي اختلاف كبير، وديما ديك 50% 13 هنايا ماشي كوطا، ولكن المجموعه دايره بحال هكا. كيدير واحد الخليط. انت كيف جاك بعدا البرنامج الاعدادي مع ثلاثه المنتخبات؟ ولكن اللي كيعجبني دابا الان هو الخروج ديالنا، ما بقيناش كنقتصروا نلعبوا في هنا مع منتخبات اللي هي افريقيه او عربيه اكثر ما كتشوف. بعض المرات كاع كنا كنلعبوا مع فرق، مع انديه، مع انديه عقلت انديه اللي كانت كتلعب معها. دابا المستوى باش تاخذ ما حق الحقيقي ما بقاش عندك حق تلعب مع انديه، لان ديجا هاد الانديه بعدا ديجا يسوفخ، هي في الشامبيونه ديالها ما واقفاش، اذا ما تستافد حتى شي حاجه. هذا هو التفكير دابا اللي ولا الاتجاه اللي ولا عند يعني الاداره التقنيه في الرباط ولا حتى المدربين. جيمغي بيان انا نمشي نشارك في واحد لو تورنوا ولا ندير تروا ماتش اميكو، المدارس تختلف. هنا كوريا انجلترا، شوف هادو ثلاثه ديال المدارس تختلف. ملي كتقول كوريا كتمشي ل سميتو لو كوتي ديال اسيا، شرق اسيا، شرق اسيا وهذاك الشيء، وهذيك لا رابيديتي اللي كيتوفروا على هاد اللاعبين، احترام ديال كيف كنقولوا حنا ديك لا باز اللي عندهم ديال الخطه وديال شيما تاكتيك كيطيروا فيه، لان كيعتمدوا عليه بواحد الشكل كبير وكبير بزاف. ثم كتنقز كتمشي للانجليز لا ميم شوز، مدارس كرويه اللي هي كنشوفوا الدراري ديال 16 17 عام كيدخلوا مع ليفربول، كيدخلوا مع 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 مع, مع السيتي ومع شيفيلد ومع يعني هذه تعودنا عليها. ثم كاينه مدرسه اخرى اللي هي اسبانيا اللي هي مالاغا اللي كبر منك مزيان، غادي يكونوا كبر منك. شوف دائما انت هو المستفيد. انا ما عمرني ما نكون كونتر كاع اللي كيتكلم على الماتشات وتجي الخلعه ويقول خصنا نربحوا واش غنقدروا نربحوا، هذه ماشي هضره. كاع اللي غيتكلم بهذه الطريقه انا جو بونس بالنسبه لي انا رأي ديالي، اذا جيت عندي سوتيني وكان السؤال ديالي والجواب ديالي بهذه الطريقه، اذا انا راني ما غاديش معك في الخط. انت راك غتشوف القدام. فوالا الله يرضي عليك، ما غاديش نجي عندك ونقول لك انا واش نقدروا نربحوهم واش لا، بالعكس غادي تشوف شيبه اش غادي يستافد من هاد من هاد المباريات بثلاثه. وانا عندي اليقين النهار اللي غتعطي الميكرو لسعيد شيبه كعادته ما غاديش يخرج لك على شي حاجه اكسترا اوردينار. اول حاجه غايقول لك حنا راه بعدا هاد الفئه هادي حنا في لا فورماسيون. شوف ما غاديش يخرج وما ينقصش لك على شي، غادي يجاوبك بالكره. نذكروا باللائحه اللي فيها اللاعبين اللي كيعرفوا الناس اللي كانوا فيناليست لاكوب دافريك: سيف الدين شلاغمو، ايمن نهير، عمران صديقي، زكريا العلاوي، حمزه كوتون، عبد الحميد معالي كيلعب مع ليكيب بريمير ديال اتحاد طنجه ذاك النهار، الحارس طه بن غوزيل، كاين حاتم العوفير، ادم شاكير، فؤاد الزهواني، امين كتيبه الحسنيه، اسماعيل بختي، ليفار، الزرهوني، محمد امين الزرهوني ديال الليل، حموني ديال لو هافر، اضافه لادم ازنو اللاعب المغربي اللي اختار انه يلعب مع المغرب، هو دار التكوين ديالو في البارسا وراه كيلعبها في بايرن ميونخ، غادي يلعب مع ليكيب ناسيونال، رشيد السايح اسبانيول بارسلون، ايوب شيخون انتراخت فرانكفورت، نسيم العزاوزي، عمران نازيه، زكريا الوزان، ادم بوفندار ديال اليوفي، انس العلاوي ديال انتراخت فرانكفورت. كاين الجديد ديال بعض اللاعبين اللي في اوروبا، ولكن القاعده ديال اللاعبين كنظن باقا. وسعيد شيبه في احدى التصريحات ديالو فاش سولوه على الاستقرار في التشكيله قال لك راه ما هاد اللعب هاد الفئه هادي كتكون قاعده كبيره وانت كتاخذ اللي واجد، لان المستويات متقاربه. سيرتو نيفو ديال لي جو، وما كاينش حتى ذاك الفرق بين اللي هنا وبين اللي لهيه. دابا ما قال لك ما يبانش الفرق، يمكن ملي يديروا 20 الفوق غيبان لك الاخر تطور تكتيكيا، لانه لو طون دو جو ديالو عنده اكثر من هنايا. وتا لا فورماسيون، لا فورماسيون، سيرتو لا فورماسيون. والبطوله ديال هنا راه عرفنا هذاك الشيء كيداير، كاينه بطوله ولكن على مستوى الاهتمام ما كاين شيء. ثم كاين واحد المنتخب اخر فخر الدين بغيت نناقشوا معاك من واحد المجموعه ديال الجوانب. كاين واحد المنتخب ديال قل من 15 مواليد 2008 غادي يلعبوا دو ماتش في السنغال مع المنتخب السنغالي، ولاول مره في البلاغ كنعرفوا ان مدرب ديال هذا المنتخب سميتو اشرف حنزاز. لهذا الغرض وجه السيد اشرف حنزاز مدرب المنتخب الوطني دعوه 23 لاعب. انا ما عندي حتى شي اشكال مع اشرف حنزاز ولا اي واحد، غير فقط الجامعه الله يجازيكم بخير
اللي يكون شي تعيين ديال شي مدرب ولا شي حاجه تواصلوا باصدار بلاغ انه تم تعيين فلان الفلاني ونمشيو حتى حنا نبعثوه ليه نبحثوا عليه نعرفوا شكون هو نهضروا على هذا البروفايل غادي يدرب الوليدات ما فيها حتى شي مشكل داكشي باقي مخبيها وما كاين حتى مشكل انا غادي نهضر على مواليد 2008 فخر الدين جوج ديال لي ماتش في السنغال وهادو عندهم اوبجيكتيف الاوبجيكتيف شنو هو ديال هادو هما اللي غيساليو هاد الاو 17 المونديال هادو هما اللي غيوليو او 17 كتعرفهم انت هادو كنعرفهم بالسميات كيفاش عمرهم لعبوا اول مره لا داروا معسكر اخر قبل فين في المعموره في المعموره كان في معسكر في المعموره لا من ناحيه المبدا مزيان نقول لك انا ما مزيانش المبدا مزيان ما يقدروش يكونوا من مدارس اللي كانوا كيلعبوا ديجا دي تورنوا مع بعضياتهم لا ليس كاين اللعابه ديال لي فار كاين اللعابه ديال الفتح كاين اللعابه ديال الاكاديمي كاين لاعب من اكاديميه تشيبو كاين لعابه من سونتر دو فورماسيون ديال بركان كاين لعابه من المركز الفيدرالي التسعيديه كاين لاعب واحد من الوداد لعابه ديال لوفين البلجيكي اوتريخت مالاغا بوردو اجاكس كاين واحد التنوع انا غير من حيث نبدا علاش سولت فخر الدين واش مزيان انك كتسابق قبل ما تسالي لك واحد الاوديسات انك كتوجد واحد الاوديسات ديالك تفكروا نقول لك انا لا انا معاك هادشي اللي كنا بغينا يعني مش حالي مشكل غير هو سابق الاوان ديالو نهضر انا على هاد الوليدات انا ما كنعرف حتى شي حاجه انت قلتيها لي انا كما قلتيها شي دابا ما سايق خبرنا هاد لاج المدرب ما كنعرفوش انايا انا ما كنعرفوش ايوا خلينا الامور تنمشيو يلعبوا في السنغال وديك الساعه دو ماتش ميكو في السنغال اختيار السنغال مزيان دابا هنا هاد المشكل غيكون عندك هنا ما عندكش محترفين وتعودنا على انه يكون عندنا المحترفين جميع الكاتيجوري هاد الفئه هادي لا كاين هاد الفئه كاين شي دراري كاين قلعه كاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة إيوا ستة ستة من ماشي بحال اللي كان ستة من 23 إيوا ستة من 23 راه كتجيني أنايا أول مرة كنسمعها ألو كنت كنشوف أنا ستة ديال من هنايا ديال البطولة الوطنية مع أما منتخب السنغال جوج ديال لي ماتش واحد غادي تلعب غدا والآخر غادي تلعب لو 15 واش هاد الفئة غادي تلقى في القدام ديالها شي إحصائيات راه هي اللي كنت كنعاود لك نسولك نسولك الاقصائيات اللي عندها هي ملي غتسالي هاد الاوديسات اللي غدا المونديال لا دابا هادو دابا هاد لاج واش غيبقى قدامه شي حاجه؟ غنشرح لك غيبقى قدامه غيبقى قدامه والو غيبقى يلعبوا جوج بريباراسيون في عام عام خصو يقوي فيها الماتشات حيت لا كوب دافريك اوديسات الجايه شوف 2025 عام ديما ملي ما عندكش تظاهرات اللي تخلق لك مشكل قوي من لي ماتش اميكو ولي تورنوا شوف قوي من لي ماتش اميكو يكونوا صعاب خرجتي للسنغال عاوتاني قلب هنا ودير هنا ودير هنا علاش؟ لان انت كتلعب كوتي جنوب الصحراء باش هاد الوليدات يتعودوا الوقيته اللي كي قلتي انت شيبه يخوي لهم لابلاس ولا هاد ليكيب ديال شيبه هادو غادي يكونوا ديجا ابط باش يوصلوا تما انا عجبني الاختيار ديال السنغال حيت ملي غتلعب مع هاد الفئه ديال السنغال راه كتلعب مع ولاد لاكاديمي ديال جينيراسيون فوت جامبار ساكري كور غتلعب مع هادو اللي في لا فورماسيون مزيان بقات مساله ديال التواصل ما عندنا ما نقولوا ما كاين حتى شي اشكال سي فخر الدين يكون مؤطر ومكون للفئات الصغرى تحت 15 وتحت 17 ها واحد العرض جاك فخر الدين كنظن فخر الدين راه دوز هاد الشيء بشكل من الاشكال في الوداد الوداد تاع مع المنتخب تاع في معمورته اوكي الوداد كان الاشراف المباشر تبارك الله وفي الوداد تبارك الله ماشي ديك الوقيته ديال الفئات كانوا اش غنقول لك سي منير شيخ المدربين واكثر المدربين العرب تتويجا هذا صاحب كيهضر على صاحبه صرح بالامس لاحد المنابر القطريه انه يتوقع الوداد مرشحا الاول لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا وعلى غيقول لك العكس راه ما يقولش لك شي حاجه اخرى بالطبع دوز ولكن دابا الامكانيات افضل رجاء زيرو جوار الوداد واحد ايوب كودي ومام بحال زيرو بحال واحد بالنسبه لي انا هادو فئات اللي كانوا كيعطيو فئات اللي كانوا كيعطيو خمسه سته انا من عشاق شوف دابا طغات واحد المساله اللي كاين واحد الموجه اللي غاده يا اما تنخرط معها الوداد والرجاء ولا راه غيفوتهم الترين كاينه موجه ديال مراكز التكوين لاكاديمي لي فار الفتح دابا ها السونتر ريجيونال ديال السعيديه راجع البارح الانتقاء دخلوا الدراري ها هما ولاو سيليكسيونابل ايوا بقاو الوداد والرجاء ناعسين تسنى لعب على التاريخ وحنا لا
يا اما تركبوا تكوين كما هو ولا غادي يفوتكم القطار. ماشي غير الوداد والرجاء، راه العدد ديال المدارس اخرى حتى هي في المغرب راه اعتزلت. كنا كنتسالوا علاش المنتخب كيتوفر ديما على افضل اللاعبين في افريقيا وما كيديش الالقاب، وراه محمد فخير البارح عطانا سبب من الاسباب لا رياضيه اللي وقعات ملي كان في المنتخب. هو دار فخير اللي هضر، الا هضروا الاخرين شنو غتسمع العجب. الحديث على ما كان يحدث في الاختيارات وفي الا كنت كتبع فخر الدين راه هضر لك على فتره 84 85 86 راه حتى هي كان فيها الكثير ديال الحوايج ممكن تقال. سي منير تحيه لكم من امام البطوار القديم. قول الفخر الدين يلتحق بنا عند البهجه يضرب معنا اللحم بخر. لا 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 الخينا اش كيدير الشوا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. يجيك الوقيته ديال الماكله مع الجوج. ناخذ واحد الفاصل ديال الساعه الثانيه باستوديوهات شاد اف ام، من بعد غنواصلوا معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج البطوله. نمشيو البطوله كانت غتوقف في لضات فيفا وغادي نعاودوا نرجعوا المنافسات، ولكن العصبه قالت لك لا غادي يستمر التوقف ثلاثه ديال الاسابيع عاد غترجع المنافسات البطوله نهار 27 من هذا الشهر. فاصل ونعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام، تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. طبيعة الحال دائما وبالشفاء العاجل اسامه فالوح، الله يشافيه. الله يشافيه. الله يخليك. سي با فاسيل مسكين. الله سيرتو ملي كتكون في هذه الحاله هذه. الله يكون معاه. يخرج غير من سميتو ان شاء الله من العنايه المركزه يكون خير ان شاء الله. ساد شادو التسميه بحال ساد شادو لك اصبح اصبحت مشاهده برنامجكم ادمان. كنحاول نسالي خدمتي بكري باش نسمع التحليلكم الممتاز. راه تسمع التحليل ديال فخر الدين. انا هاكا اللوح كنعطي الباس هاكا وهو كيدير كره مع الباندا وكيسونطري. لقى لي ماركي راه تبارك الله ما لقاش السونطراج راه مشى. السلام عليكم. من نيس. الله بغيت من فخر الدين فخر المغاربه جوج حوايج. مرحبا اخويا. الاولى فخر الدين واخا الشتا والغيس كيبقى القميص نقي. اييه والله الا بصح قريه باش كيتوصل. جوج كان بودربال عزيز بودربال احتياطي في الوداد ورسمي في المنتخب. هذه حضرت لها في واحد الوقيته من الاوقات في بيرجيكو وماشي غير كان واحد العدد كبير ديال الدراري خسر بعض القضيه. هذاك لو بوست كانوا فيه بزاف ديال اللعابه وكان الخلفي الله يرحمه والبطاش الله يرحمهم والتمني جا الخميري الله يرحمه كان عندهم الخيار انه بحال دابا حصلتي في ميليو تيرا كتقدر تجر عبد الخالق. تحيه لعبد الخالق. عبد الخالق شحال هذه ما هضرت معاه كيلعب لي ضروه. واحد اخر كان كيلعب لي ضروه تا هو شيشه رابح الله الله تا هو كتقدر كانوا كيقدروا يديروه كوميدي. شو سبحان الله العظيم الدراري تالمون هذاك الميليو كان كيكون عامر كيجيبوا واحد. اذا الا جا شي واحد لادروات عرف بان راه غادي يجلس شي واحد اللي هو شي حاجه مزيانه فهمتي. حنا هذيك الوقيته كنترينيو وتنقولوا كيفاش غتكون المكانه ديالنا. ناهيك على سعد الناجي اللي تبارك الله كيقطع لا فيتاس وتراتي تبارك الله واندري بلور ثم كانوا واحد العدد كبير في هذيك المريجه الاخ ديال المريجه اللي في الراجا عبد اللطيف هذاك سميتو رشيد اللي كان في الراجا ايامات السوادي وهذا سميتو هذا بوحدو عبد اللطيف ما انت ما بقاش تشوف وتبقى تخمم لا كنفكر ريح عريح حيت الفرقه هذه صافي ها انت قول لي اللي عطيتيني غنقبلها اللي عطيتيني غنصرفها بقيت كتخمم انا كنفكر حيت كنعرف بريجه غنشوف واش كنتفكر لي عبد ما تفرجتيش لا كنعقل على واحد بريجه اخر لا واحد بريجه اخر بغيت نشوف واش علاقه عائليه معاهم لا كان عندي في الوداد هذا الدري هذا كان عندي في الوداد لا جينيراسيون ديال خالد سبيرو ديال هذاك ما عرفتش فين مشى هذاك حتى انا ما عرفتش حتى واحد الوليد فهاد الحقبه باش عرف دماغي فين مشى واحد الوليد كان فهاد الحقبه عندنا ومنين طلع للوداد غير ما لقاو عنده مشكل ديال القلب والله ما عرفت دابا فين وصل لعب معنا ولعب مع الوداد القسم الوطني الاول ودار هذا ولكن مسكين اون فان كونت منين داروا ليه فيزيت على اين هادشي جبتي انت الموضوع ديال مؤخرا في النواحي الحي المحمدي المهم كتمشي كتبغي تتقدا شي خدي راه داكشي من دوك الكراس لقيت واحد الدري كنشوف فيه بحال هكا ما غريبش عليا سلام لاباس خديت التقديه ديالي بقى كيشوف قلت ليه تشبهتي ليا قال لي واقيلا راه هو هذاك قلت ليه فلان قال لي هو هذا متبع معايا فخر الدين ياك لا واش متبع معايا تبع معاك اسير والله الا تبع معاك والله الا تبع معاك امونير قلت لي واش فلان اللي كان
قال لي هو هذا كان من لي جون ديال الوداد في الوقت اللي كنتي في ليكول وكان اوسكار كيديه ليكيب بروميير مره مره فاش كان معاه بن عبيشه ما نجبتش السميه باش مي بصح باش ما تكونش هذا تعرض لي المهم هادو غير اللي باينين اي راه واحد العدد كبير العدد ديال الدراري راه انت هذا الموضوع ديال هذا السيد اللي سولك وعطاك جوج سؤالات وبصح لي القضيه ديال هاد ليبوك فيها هاد كثره اللعابه اللي كانت وحتى لي بوست تيقدر تجيب لعاب وتحطو في فهمتيني شنو نقول لك هذا هو المشكل اللي كان محمد خلوفي تحيه لك اخويا شكرا شكرا على الكلمات اللي قلتي ولكن دون المس يعني الاراء تختلف والاختيارات تختلف الاذواق حتى هي كتختلف الله يخليك السي منير شنو قال فاخير جي شيرشي الانترفيو جو لي با تروفي ميرسي غروسو مودو هضر على بالضبط الحقبه فاش كان هو مدرب ديال المنتخب الوطني ودار واحد الاسقاط على اشنو ممكن الاشياء واللي كيتعرض لها ناخب وطني واللاعبين والاختيارات الى غير ذلك تحياتي اخي منير صراحه خاص البرنامج عرفنا باللاعبين القدامى اللي كثير ما عرفهمش ما شافش لاعبين ما خداوش حقهم المعنوي مره مره فيما كتاح الفرصه لا الحمد لله انا شوف كما كتاح الفرصه انا كنشكر الله لان انا عشت مع هاد اللعاب هاد لابي بارفيوم عشت معهم لعبت معهم هذا هو اللي زوين الحمد لله وصاحبنا اللي كيحيينا من حدا البطوله اليوم قال لك واحد التيران كون كان في ايامات المواهب تورنوات كتجمع ولاد الدرب مولاي الشريف الحي حي عادي الكاستور لافيلات تعقل عليهم نعقل شويه خويا وما نعقلش شويه فخر الدين في كلمتين العصبه كتعلن على تمديد تاجيل استئناف المنافسات ديال البطوله حتى ل 27 والملاعب هما كيقول لك تكافؤ الفرص انا واحد الناحيه انا غنكون متفق معهم علاش انا ما يمكنش تسد لي وتخليني انا جالس وانت تلعب لو كاين عامل اخر لا غير تصنطيه هذيك القضيه ديال انا نلعب وانت ما تلعبش حتى هي صعيبه خصوصا في الظروف واللي غياكل العصا اكثر دوك الفروق اللي هي كتعاني كاين حتى العامل ديال الوداد اللي لعبه سوبر ليغ عرفت سوبر ليغ ما بغاوش ياجلوا المباريات وبقاو يتراكموا داكشي علاش خلاو كلشي غيبقى واقف واش قلت لك انايا داروا خداو المصلحه ديال كل واحد غير في هذا الوقوف في صالح من وضد من واخويا اش غنقول لكم هو ماشي في صالح لو نيفو لان حنا يلاه كنبحثوا على دابا المشكله وقعت لنا اكثر من مره في ما يلاه كتبغي انا نعطيك واحد القضيه غير الدور الاخر كان ايمان سبقاتني داك لو فوليوم ديال الدوره ديال الاخر ديال هاد الاهداف اللي شتي وهاد الاستقاده وكنا نقولوا نطمعوا نشوفوا بحال دابا ابارتير دومان ولا هذا ماتشات اخرين ديال البطوله ونشوفوا هذا هي غتوقف لو ريتم غيهبط غتوقف غادي تمشي حتى 27 28 خصهم يديروا ثاني شي بريباراسيون غادي داير شي حتى طنجه بدات لا بريباراسيون ديالها يعني الفريق الوحيد اللي دخل واحد المؤسكر دابا باش الله يرحمك يرحمك وانا كنشوف هذاك الشيء اللي كنقول للمستمعين داك الشيء اللي شفت ردي عليك دخلوا ولا ما دخلوش داك الشيء شوف خلي الناس راهما مقصرين انا تنقول بعض العباره هذه وبدا شي واحد يقول لها راه حنا دخلنا خرجنا عاجي ودير وتخبى وعادي راه ما عندك ايمان اختي الا ما عندكش ملاعب وما عندكش دي صال وما عندكش ظروف موازيه اجلس بلا ما فهمتي شنو نقول لك ما عندناش اي فرقه مسكينه ما عندهاش فين تمشي ما عندهاش فين تبريباري ما عندهاش فين غتمشي فين قول لي فين وغيداروا معسكر كيبغيو يديروا فراقي كيبغيو يخرجوا إيه عسكرو فينا دابا حتى هذوك الموديل اللي كتمشي لهم تبغي تمشي لهم هما ما عندهمش ملاعب باش يترينيو هما ما عندهمش ملاعب غادي ناخذ واحد الفاصل مع اميمه في انتظار بطبيعه الحال هو غادي غنقنطوا هاد الاسابيع اللي ما كايناش فيها البطوله بالعكس ولكن اللي ما غايخليكش تقنط هو مره غتسمع شي اضراب ولا شي مدرب راه جالس ومشى لا بالعكس والله العظيم غادي تسمعها في خر الدين ثق بيا شوف حنا بروفيتيو عطي الناس ارى ليا يتكلموا معنا مزيان فاصل مع اميمه ثم نمشي لتلقي نزولا عند رغبه في خر الدين قال لك راه ناخذوا معنا المستمعين ديالنا بدايه شوف غنقول واحد القضيه والله العظيم راه خاصنا نهضروا مع الناس خاصهم يعطيونا انا بعدا كنبغي نسمع نبغي نسمع قد ما سمعنا قد ما كنقدروا نهضروا قد ما سمعنا قد ما المهم أبغي نعطي واحد المساحه اكبر وصافي في الداخل وفي الخارج صبر علينا حبينا الله يودي حنا نبغيو الناس ديال
سميتو. فاصل مع أميمة ونعود. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على الشهادة FM، رقم الهاتف للتواصل 0522 36 05 36. ياسر الحوضي واحد السؤال دغيا بالزربة قبل ما نمشي نشوف هذا الشيء اللي قدامي، قال لك ممكن الفريق يشرح لنا التغلاف ديال اللوزاني الله يرحمه، حيت سبق لي تكلم عليها لا دوبلور والخطة ديال الطوبيس. هي اللوزاني كان كيقول لك غلف لا دوبلور هذيك غلف بديك الكات كات دو ديالو تيقول لك هو كان دير لك. انا كنت تلاقيت مع الله يرحمه، والله الا كنا كنتكلموا تيقول لي انا جوار بحال الشكل ديالك انت ملي كنكون جي غير عبدنا ما يمكنش يقال لي نكون ندير لك ان سولاري غوش بحال هكا تيشرح. وتبارك الله عليه راه نابغه سيرتو فهادشي ديال الخطط كان يعني خصك تكون. قال لي لا بدا ما ندير لك، قال لي ما يمكنش، قال لي واحد انت ما قادش، قال لي انا نعرفك غتيليميني. قال لي تنقول لهم ديما هذاك راه واحد شاد وباغي قلبه وواحد كيتسناه باش فهمتي. هذه تسمى اللي كان كيقول تغلاف. انا واخذ من واحد الله يرحم خديت من عنده واحد الموقف اللي احترمته عليه. شتي الوقت اللي كانت خرجت اللائحه الاولى ديال الكاف برو وناض ذاك النقاش علاش ناض النقاش ناض النقاش انا هزيت تليفون اتصلت به ليه صاحب الخارق بخير قلت له عافاك هاد لاليز ديال الكاف برو شنو الغياب ديال واحد. قال لي شوف حنا راه ما كاين لا غياب لا والو. قال لي انا نهضر على راسي، حنا دوزنا داك الشيء اللي قسم الله، دربنا فراقي دربنا ليكيب ناسيونال، نخليو لا بلاص لي جون، حنا نقدروا نفيدوا. قال لك الكره المغربيه ماشي موقع اخر. ولكن ما انا نقول لك واحد الكلمه باش نختم معك. انا عشت هاد المرحله مع السي عبد الخالق في المعموره، كنا كنتلاقاو في الصباح وداك الشيء. اسمح لي ما تعطاتوش فهمتي اش بنقول لك. انا كان كيجي تيحضر مسكين ما بحال شي ديك المرحله كان فيها هو ويومير وحميدوش وحميدوش وداك الشيء ما وفرتيش لهم المنصب ديالهم. كانوا موعدين بلي سونتر ريجيونو اللي كانوا غيتبناو جبتيهم حطيتيهم على اساس هما كاينين، ولكن اون فان كونت ما الله يرحم اللي ماتوا. الله يرحم اللي مات. الله يرحم صاحب الخلق اللوزاني خبير خطه لورجو خطه التسلل، وكان كيقول لك راه الخطه ديال التسلل ايام يدير في التسلل، ولكن انا سلختو في هذه الله يرحمه تعالى مع الوداد في كاس العرش في الرباط في الماتش جوج زيرو جوج زيرو في الرباط بهذه القضيه كان سيبوس كان كيعطيني حسن كيعطي في وسط ما بين جوج اللعابه أيه. وكنت كنديماري انا كنمشي كنديها كان ايامي سميتو ما كاينش هذا الرجل اللي بغيتي ديرو خصك ديرو مع شي فرقه اللي حنا بزاف كنا كنلعبوا على الجناب يعني كان صعيب شي فرقه دير لنا لورجو. هو الله يرحمه كان كيشرحها قال لك التسلل هو كتحيي الكره للادفيرسير بلا ما تحكم معاه. بلا ما تحكم معاه، ولكن الا كنتي داير رانين وانت واقف وتعطاتك من وسط المدافعين كتبقى عندك غير رابيديتي وتمشي تاخذها وانت كتولي منك الحارس. رشيد اللي كيقلب ليا في الحاله المدنيه دابا داز بيا لوروب. انت فيلقاك داز بيا لوروب دابا انت اوروبي. قال لي هل انت فعلا من مشجعي السيده العجوز اليوفي؟ اظن انك مشجع لريال مدريد. دابا ما صدقاتش لي في المغرب نقص بيا لهيه. الله الا سعداتك عندك بعدا الفان ديالك هذا تابعك من سارودان صاحب البنزرتي وجاي معاك والله العظيم غادي معاك. تحياتي. ناخذ معنا اول متصل في حلقه اليوم. شكون كمال معنا؟ كمال سي كمال تبارك الله. سي كمال اهلا وسهلا. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا الله يسلمك اخويا كيجير مالو. انا ملي كتسبق الضحكه كنعرفك شاد شي نويطه. لا جبتي السيف اللي خلق اللوزاني ما هو كان تيقول واحد النويطه تيقول لك نشد داري عاد نقلب نحلل الجور يا بطل الله. الله يرحمه الله يسكن. هو الشفاء ديالو هذا الله يرحمه مسكين كيجير منير. والله الا بخير الحمد لله. الله يحفظك اخويا منير. اهلا لا ايمان. اهلا كمال لاباس عليك. كيجير اختي الله يحفظك. الحمد لله الله يبارك فيك. صحتك بخير كيجير عفي والد. والله الا خير شكرا لك كمال. الله اختي ايمان الله يبارك فيك. انا راجي عليك انا راجي عليك انا لا ايمان. كيوصل فخر الدين صافي كتقاد عليه الهضره. شنو هو؟ والله لا انت واعر اخو فخر الدين. علاش؟ اش هذيك لافيروس؟ ناظيروس. تاع السيفي. هاديك السيفي كاع اخو فخر الدين. اخويا تقتلني. كيجير اخو فخر الدين. الله يكثر خيرك السي كمال. كلشي بخير اخويا الوليدات كلشي الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. بعدا اخو فخر الدين شوف بغيت تعجبني تجبتي دويسكات اخو فخر الدين. من قاع. عجبك هذاك ديال يا من عانى. يا من عانى ولا سلم عانى يا هاني. الله الله. السفر في الطلاب. وحوش الغابه.
ومن قله الامان في المقام وفي العزال من داومه لا بجر هلال راه هو هادشي اللي كنعيشوا فيه. والله يرحم الشهر امان الله يرحمه اسمع هادشي هو اللي كنعيشوا فيه دابا قله الامان وبزاف ديال الحوايج شتاتك وسيطه كلها واعره خو فخر لا كلها انا 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 الديسكات ديال جي جي لاله تحيه لهم والله العظيم الا تمعنتي الا تمعنتي فيهم انا كنقولها دائما هما والغيوان والمشاب سبقوا بزاف الزمان واخو فخر راه قالوا شي كلام راه ما يمكنش ما يمكنش حرا وناس الحال غناو على كل شيء الحمد لله الشياب الحمراء غناو على كل شيء النجوم الحمراء شحال مجموعات كل كانوا مجموعات تبارك الله هذيك وسيطه راه تسجلات عندنا في مراكش تبارك الله تبارك الله تبارك الله يا سيدي توكل على الله السي كمال وبعدا خو منير والله الا تنشكركم على هذوك اللعابه اللي جبتوا البارح لا ما تيجي جاوا للمنتخب 94 اييه وطرقت الواحد النقطه لها ما تجيش في المنتخب كله منين هو بطوله ما كاينش المزاح وتنشكروا هاد اللعابه القدام كاملين مساكن وراه بناو تاريخ ديال فروق ولا ساهموا فيه وهاد التاريخ تنتغناو به حنا اليومين هذا تنشكروا كاع اللاعبين جاو للفروق الوطنيه كاملين واللي ما الله يرحمه واللي باقي حي الله يجعل في جهه ربي صحتو هاد الناس ضحاو كاين دابا السي فخر الدين الريتم ضعيف اخويا فخر الدين وكثرت الطبوحيط هذا طايح هذا نايض الاخر تيدور تيحط عليه كتفو الا تيحط عليك واحد منك كتفو وتطيح يعني انت خصك تمشي تريني والكره اللي جابها السي فخر الدين والحكم تيصفر اللعب ما تيعرف يدير تا كونترول قلنا واحد السي الحكم الا مشى للفراس الله يعني في تما تيبقى السي فخر راه عنده السي كمال دابا راه داك راه شوف راه داك اللدود داك التخوف والله العظيم هو اللي تيخلي دابا الحكم ما كياخذش قرار كيتعطل وما عندك ما دير راه انت حكم تصفر على واحد الحاله تفرض فوالا داكشي اللي كاين معاك واحد اللاعب جبد عطيه والمدربين حتى هما يعرفوا اش تيقولوا دابا راه ولاو كيمشيو معاه المدرب خص يعرف اش تيقول الرئيس حتى هو خير اي تيشير كاع اللي ناض تيقول لك عندي مشيري رياضي عندي هادي عندي هادي كمال واش لقاش اخو فخر الطين وكمال انا ام اخويا بغيت نسولك اخو على داك الوليد اللي عندكم في البايرن داك ادم ازنو هذاك شوف بعدا والله الا شفت شي واحد لقى جيه راه خصنا بعدا نعودو نخدمو حنا على التكوين عرفتي تصنت لواحد البرنامج وجبدوني تامر فواحد البرنامج اييه سكاي سبورت قال لك اسيدي هاد اللعابه اللي عندنا برانيين في الاكاديميات خصنا نجنسوهم وراه كانوا بغيو يجنسو هذاك ماتستيل يا ولا تعيطات ليه فرنسا والله العظيم اخويا منير والله تعالى راه خصنا نخدمو على التكوين راه شي نهار بغيو يطبط لنا الريدو بلا نظورو لهاد البطوله راه هضرنا عليها شحال هادي راه شوف راه طرحت في هولندا ومطروحه في فرنسا اتونسيون راه كيما قلتي راه واحد النهار غادي عرفتي هولندا باش يوقفوا النزيف واحد الاشاره داروها شكون عينوا في المنتخبات ديالهم اسماعيل العيساتي وابراهيم افلاي افلاي واحد اونترينور وواحد ادجوان جوج ديال الفئات اخويا منير راه التكوين نخدمو عليه وخص بحال هاد مركز التكوين اللي عندنا هنا في الكوكب اخص هادشي تصلاح وتوفر الظروف الناس اللي بيخدمو وهادوك الوليدات اللي تيلعبو واللي عندو شي طوموبيل يجي يديها لشي بارك واش عرفتي ما قررت الناجين السي منير كيجي راه بحال كاع في البارك ما كاينش احترام للناجين نهائيا اخويا منير وندوزو مع لالا ايمان الله يكرمك يلاه سي كمال البارحه لالا ايمان شوفي البارح تفرجت هي في الكره النسويه ياه في المانشستر يونايتد يا وباريس سان جيرمان وفرانكفورت راه ربحات 5 لعبات مع سبارتاك اختنا راه لعبوا مع الفريق وراه داروا 3-3 سي جيبوني الله يا سلام ايوا وراه ماركة جوج الصديقة ديالك هي اللي ماركة جوج ماركة بوب الكسندرا بوب راه حطت ليها هيرني تشبيت وحطت ليها ستيفينا هوت بيشو جيما ماركة واحد البيت حتى هي ودابا راه كاينه واحد التافه واعره في البطولات الالمان واحد ميليسا كوسلير تطيرة هي التافه تلعب فوفنا ولكن اختي ايمان
البوبيه اللي كاينه. البوبيه اللي كاينه تبارك الله غادو كتقدم في العمر ولكن مزيانه. ولا شوفي راه انا اشهد الله امراه اسحلت اللعبه. تبارك الله عليك ابا كمال. الله يعطيك يا اخويا منير. تحيه للقياده. اخويا منير الله يكرمك واحد الرساله راه فين وصلها لك. راه شوف راه الناس توردازات تيبغوا يهضروا معاك وما تتاح لهم الفرصه. عيطوا لينا اخويا عيطوا لينا مرحبا بهم. عيطوا لينا كمال. ايوا تيجي قال لك راه المسؤولين عندهم راه ما بغوا يجيروا معاهم والو فهاديك الفرقه عندهم اخويا منير. ديال النادي البلدي الورزازات. ويتصل بينا شي واحد السي كمال يتصل بينا. قال لك تيجي راه فهو الفرقه السي منير وكالعاده الله يكرمك. راه باقي تنتسناو الكارت ماشي الكارت ديال التيفا. ها هو جاي ها هو جاي. كمال كمال شفتي الدكتوره ديال انشيلوتي ولا ما شفتيهاش؟ هنا هي الدكتوره ديال انشيلوتي اللي خدا. انا شوفي اختي ايمان هو تخصص المان. المان انا ملي انت تفوتي ليا البونك. ولكن شوف راه خاصك تشوف لي زادفيرسير راه خداو الدكتوره. يلاه شي شويه يلاه شي شويه ديال الطاليان الميلان شوف وانتي عزازي ليا الفراقي الطاليان. وتحيه لخويا راه تحيه ان شاء الله. تهلا خويا تهلا كمال اخويا فخر السي. شكرا لك الله يبارك فيك. شكرا عليك الحقيقه خو فخر وسلم عليه بزاف. ولا تيسلم عليك عارف اللي كاين. سلم عليه. انا عندي مسكين الحانوت ما لقانيش راه قالوا لي ايوا سلم عليه سلم عليه. الا شتي سلم عليه هو قايد ديو كاع الدراري. وسلم معاك سلم معاك على شكاير الكذوب وغدر الزمان. تيسلم عليك غدر الزمان اخويا مولي. قال لك مولي قاعد انا وياه قال لك واحد الايقاع في البطوله ديال بحال تحيتو شي جيب كتاع على جات الصغيره. الله الله تبارك الله عليك ابو كمال. شكرا تحياتي لكمال. نمشي معك فخر الدين بسرعه في انتظار متصل جديد. الدوره ثلاثه من البطوله ديال الهوات المباريات اللي تلعبوها هذا الويكاند وراه مشى بعدا واحد المدرب. كان واحد لقاء القمه فاز فيه نادي القنيطره على الطاس بثلاثه لجوج وماتش تلعب في سيدي قاسم. الكاك ما دخلوش في قنيطره. علاش؟ راه قلنا لك النهار الاغلاق. الرشاد البرنوسي فاز على اتحاد سيدي قاسم 2-0، وداد قلعه الصراغنه فازوا على اولمبيك اليوسفيه 3-0، جمعيه المنصوريه فازوا على حسنيه لازاري وجده 3-1، فتح الناظور امل تيزنيت 2-2، اتحاد تماره خسروا مع اتحاد يعقوب المنصور 1-0، مولوديه اسا فازوا على وداد تماره 2-1، والاسبوار ديال الفتح الرباطي فازوا على اتحاد الخميسات 1-0. المركز الاول اتحاد يعقوب المنصور 9 نقاط، وداد تماره وجمعيه او الرشاد البرنوسي بسته ديال النقاط في المطارده، في حين اتحاد الخميسات في المركز الاخير بنقطه وحده. ناخذ معنا متصل جديد. نعم تفضل السي فخر الدين. ما كاينش ما بقيت نشوف السميه باقا ما كاين لا سميه لا والو. طه طه منين طه بعدا؟ من الدار البيضاء. تحياتي السي طه. جاوبني هو بعدا. اهلا وسهلا السي طه. السي طه مرحبا بك. احتراماتي السي مولاي انت والاصدقاء ديالك. الله يحفظك السي طه. قلت لك سي منير هاد القضيه ديال نرجع معكم اذا سمحتي القضيه ديال لوغجو. اييه هذاك لوغجو كان اختاروها اجاكس في الديبي ديال ليزاني 70 وبهذاك لوغجو باش دو تروا تشامبيونز ليغ 71 72 73. وانا كان الشرف باش كنت كنتفرج فيهم الشكر اللي زاد عليا وكنا كنسميهم العجاجه البيضاء. ولكن راه سي فخر الدين يمكن يتفق معايا فيها ما كانوش كيخرجوا كيوقفوا الوسط نو كيمشيو عندك حامل الكره كلهم كيمشيو عنده. واذا كانت اسمح لي قطعتك السي طه كانت لاسيد ميلون باريزي تا هما كانوا كيمتازوا بهذا اي ملي كان باريزي تمايا واه تبارك الله باريزي عنده دي جاز دابا باقي عنده نيت صور كيفاش كيهز يديه وكيتبعوا مالديني وكيتبعوا ميلان كانت كدير سميت وين اجاكس بداوها في الديبي ديال 71 72 73. عرفت وللذكر سي فخر الدين راه ماشي مره واحده دار الخريب كاع دار لهم جوج مرات ما عندوش فينال. علاش؟ على قضيه فخر على قضيه لورجو. فهمتي ذاك التكسير ديال حيت هنا ما لا الفينال الثانيه كان ماركا المستوري كان ماركا وسط حدا كانت لعبات كوفرون ديك الساعه كانت لعبات كوفرون. كنقول لك اللي كيهرس لورجو سي فخر الدين اللي كيهرس. كيفاش؟ كيتهرسوا في لي جيل سوا دي كوتي لاكوش سوا دي كوتي دروا. ما عندهاش مشكل دابا حنا كنقول حنا الطريقه اللي كنا كنلعبوا بها كتخليك على ان اي فريق يبغي يلعب معك بالشروط ما غاديش يربحك. انا عندنا دي جمهور اللي كيقدروا متفق معك سي فخر الدين. ايام تكرف سي فخر الدين اللي كيشد الكره كلهم كيمشوا عند حامل الكره. عرفت
فوالا شكرا. شكرا لك سي طه. شكرا لك سي طه. شكرا لك. شكرا سي طه. سي محمد قال لي سي منير تحيه ليك، انا عاد بديت الحلقه سمعت ايمان قالت مرتين باريس سان جيرمان فشلات وخليتيها بدون تعقيب، هل تتفق مع هذا الطرح؟ فعلا راه باريس سان جيرمان فشلات، لان دوك الاعتمادات ودوك الاستثمارات وداك الشيء باش جابوا دوك اللعابه واش باش يديو لا ليغ 1؟ لا كانوا باغيين جابوهم على الشامبيونز ليغ. اذا فشلوا انهم ياخذوا الشامبيونز ليغ. الكلمه اللي غادي تعطيها، العنوان اللي غتعطيه هو فشل. فشل باريس سان جيرمان ما نجحتيش فشل في كثره النجوم. لا فشل ما نجحتيش ما درتيش لوبجيكتيف الاصلي اللي انت على قبله جبتي هاد اللاعبين. غنمشي معاك بسرعه بعد ما تكلمت على الهوات في القسم الوطني، بغيت نهبط معاك فخر الدين وكنا ترنا القضيه ديال الفرق المحترفه اللي عندهم لي زيسبور في القسم الثاني. بغيت نعطيها بعض الارقام لانه هذا الشيء شي شويه كيخلع. مجموعه الشمال الغربي اللي فيها الجيش الملكي والرجاء والوداد، الجيش الملكي في ثلاثه ديال المباريات جوج نقاط جوج تعادلات، والرجاء نفس الشيء في ثلاثه المباريات جوج ديال التعادلات، الوداد ثلاثه المباريات نقطه تعادل وهزيمتين بدون تعليق. امل نهضه بركان في مجموعه الشمال الشرقي في ثلاثه ديال المباريات ثلاثه النقاط، عنده انتصار وجوج ديال الهزائم. في الوقت اللي ما غاديش نقارنونا مع هاد الفرق اللي ذكرت، اولمبيك تشيرا اللي كان فيناليست العام اللي فات في البطوله الوطنيه ديال الاسبوار وطلع دابا باش يلعب الفريق ديالو في القسم الثاني للهوات، في ثلاثه المباريات عنده ثلاثه ديال النقاط جابهم من ثلاثه ديال التعادلات، مع العلم ان في المجموعه ديالو راه كاين فتحين زكان واتحاد تارودانت ورجاء بن قرير وامل الصاويره ورجاء اكادير والى غير ذلك. هادو هما النتائج الاصدقاء ديالنا اللي كانوا طلبونا على الانديه المحترفه اللي عندهم لي زيكيب ديسبوار في الهوات. تامي من فاس، مرحبا بك سي تامي. خويا منير السلام عليكم. اهلا وسهلا سي تامي. الله يحفظك، تحيه ليك، تحيه سي فخر الدين والاخت ايمان. تحيه ليك سي تامي. الله يحفظكم. بعد اول حاجه تنترحموا على سي عبد الله بن نايل، الله يرحمه ويجمع عليه رحمه في هذا النهار. وثاني حاجه تنتمنوا الشفاء ان شاء الله لذاك الوليد ديال الوداد يكون بخير وعلى خير ما سمعنا ان شاء الله اليوم ان شاء الله. نهضر بريفمون في واحد جوج حاجات. اول حاجه وانا تسمع فخر الدين تعجبوني ذاك الناس اللي باسيوني دابا جبد ذاك لوكجو ديال باريزي. وفي ذاك الفتره كنت صغير محليت عيني تنتفرج في التشاش في الدوزيم في الله البطوله الايطاليا، وكنت تنحمق على لاسيد ميلون في ذاك الوقت ديما نهار الحد مع الوحده. ديما والله الا عيني تسانسات بالتشاش تنتفرجي في ذاك المرموز، ومن بعد ذاك الشيء بحال اللي تنتفرج في التلفازه مطلوقه بقاو لي تسانست بها. المهم نرجعوا لهذا، كان احسن فريق في العالم تيطبق لوغ جو هو ولا سيد ميلون بداك لا ديفونس ديال اريار درواتا صوتي مالديني كوستا كورتا باريزي، وكان لا عقل تيجي بونس. ما ماكدش واش لورو ولا لا كوب دي موند 94 كان نفس الدفاع باستثناء واحد، كان ديما مالديني في اليسار وكوستا كورتا وباريزي فلاكس. غير في ميلون كان تيكون تاسوتي في ليكيب ديال الطاليان كان واحد سميتو بيناريفو كان تيلعب مع قاتل بيناريفو. بيناريفو هو الوحيد اللي ماشي في لا ديفونس ديال ميلون، وفي ذاك لا كوب دي موند جو بونس ديال 94 جوج نوبات تيطلعوا ذاك لي تروا ميلاني تيتبعوا باريزي تيبقى بيناريفو بوحدو شي جوج متر تتمشي تيصيدهم لا بغيتي تدخل في لوجو تيتماكا عليهم بيت. هذه عمرها ما تنسى. بقاوت هذوك شي حافظ شي مالديني كوستا كوكدا باريزي حافظين راسهم. كان هذاك اللي براني عليهم شويه جوج نوبات تماكاو عليهم ورجع لي لها خاي منير تلقى بين ريفو تيكاسي لوجو. المهم اول حاجه. ثاني اول نقطه هي خويا فينا خاي منير تتسني شي خطر ديما واتهم خصو يجيب لنا خويا انا ما باليش يفكرني دابا قدام الناس. انا غنسكت. وهيدا انت تقول لي انا غنسكت باهي مسكينه ياك ما هذيك ديال دي زوي جوا صافي سير سير سي تامي ما كيتسالكش هو فخر الدين نكرني كاع انا معاك سي تامي انا معاك سي تامي. شوف الا كان هذيك ديال دي زوي جوا راه هو يجي صافي الا كان انت انا معاك اجي سي فخر الدين انت مدرب ياك عدي دي زوي جوا في اللائحه شحال عندك ديال لي غارديان غدير جوج ثلاثه نورمالمون جوج ولا تبليا سالك اخويا منير شي واحد هي نورمالمون في العاده كيكونوا ثلاثه في اي لاليت تكون ثلاثه عندي ثلاثه هي عيب عندك 15 عاد تدخل تلعب ب 11 4 ديال رومبلا هذه لا كان حتى واحد ما تبليسا هذه اللي تيقولوا الكفاف المقدمين اكثر من عيساوه اللي هذيك ولا المنامه طول من الليل هي وا سي تامي. شوف انا سي تامي الله يرضي عليك انا غادي ارتاح ليا مع راسك ارتاح مع راسك لا صبار انا تنعرف لا ديرنيير جو اولمبيك كانوا 22
احنا عاد جي الصيف وعايديروا اللائحه غلبتينا اخويا منير انا موجود دابا تقول لي غلبتيني ما دابا باقي الله يرضي عليك حتى هو راه ما كانش شي حاجه ديال اللائحه كنتسناو انا غير بان لي غنتسنى ثاني والخليع معول عليه زعما لا ما تخافش هي هذيك يلاه يجي في شهر واحد يكون برد الحال المهم سي تامي شوف غير وجد راسك راه حيت وجد انا عاد تكون فاندو ان شاء الله في اللائحه وشوف ماشي غتكون هو بلاتي دابا حنا كنهضروا على اكتوبر 2023 كنهضروا على لو ريغلومون اللي كاين دابا ما تخلينيش حتى للصيف ويديروا شي تعديل في افريل ولا في مايو تقول لي راه ربحتك عاد تخلص انت لا كنهضر على دابا حنا نشوفوا اللائحه شحال فيها لا لا تسنينا شوف راه من هنا لتما يقدر يخرج شي عجب انا كنهضر على لو ريغلومون اللي كاين دابا 18 جوور طار قول اخويا من دابا قدام الناس الا بغيتي نسحبوا نسحبوا الى هذا خليك معايا تخرج اللائحه دابا فخر ديال خلينا دابا اسي تامي الله يرضي عليك وقف لنا دابا المسائل وخلينا تعال من بعد ونناقشوا هذا الشيء اعطي بروبوز الله يرضي عليك صحتك اخويا تامي صحتك تبارك الله عليك ابلغ سلامي الحار للدراري واخا ولكن ما مشى الوقت تاعي اللي بقات لا غير تفضل سير لا غير انا اللي عم ندخل عليه هو واش نتوما بصفتكم نتوما ناس تتفرجوا في الكره واش هذا الفار ما بحال دابا ما قتلش داك الطموح ديال الكره هذا الفار اللي عندنا دابا انا وليت تنتفرج مثلا فرقه تنبغيها ولا ما تنبغيهاش ولا نخليني مع الفرق اللي تنبغيو مثلا الماس والمنتخب تجلس انا الماس ماركي بيت مثلا من السونتر الديران وما خصنيش نفرح خصني نشوف واش شوف ياك ما غيخرج ما غتخرج شي حاجه داكشي قتلت لا باسيون ديال الحوايج انا واحد الماتش ديال الماس والزمامره الا عقلتوا عليه مزيان واحد جوج ديال لونج جوج ثلاثه واقيلا هذا اللي داز الاخران داك الخط ومع القانون حتى حنا تنمشيو نبحثوا تيقول لك الا كانوا في نفس الخط راه تنعطي لافونتاج لاتاكون زعما البيت فالاب انا ملي تيبينوا لي هاد التلفازه ديالنا داك الخيط والله بعد نوبات كتبتها لكم بان لي داك الصباط ديال الاخت ايمان اللي هو اللي خصو يخدم لحقاش الا كنتي لابس 37 راك ماشي اوجو كنتي لابس 41 راك اوجو لحقاش انا تنشوف اسي تامي انا نعطيك واحد المعطى اللي مرارا هضرنا عليه بخصوص التحكيم وهذه الاشياء والتعامل مع الفار كاين بزاف قلتي قتلوا لا باسيون قتلوا لا باسيون اللي كيتفرج بعدا انا كما كتفرحش وكتسنى نهضروا على البيبليك وي ثاني حاجه اللي ولينا كنشوفوها بزاف هو انعدام الثقه بين الحكم الرئيسي مع حكام الفار ولا دابا التخوف ديال عيطوا عليا ما عيطوش عليا غنمشي ما غنمشيش وهذه المساله كاينه واخا يوم ينكروها الحاجه الثالثه راه العام اللي فات في واحد المباراة دازت واحد الحالة على أنه كان يمكن تسلل والحكم فاليد البوت قال بلي راه صافي هذا هدف السلطة التقديرية بالفار بلا فار المهم دازت الأمور في واحد الدورة تدريبية ديال الحكام كيستخدموا لقطات وكيخدموا عليهم جابوا هذيك اللقطة اللي كان سيفلة فيها اللي كان الحكم علن على الهدف هي ليكزومبل لا ولكن راه قال لك تبع لك الدب خليه تينسى وعاود سولو وكيهضروا عليها على انها حاله هناك تسلل نساو بلي راه الحكم في هذاك الماتش قبل البيت عندك واحد القضيه اخرى اخاي مونير دابا ملي تتمشي للقانون في البينانتيات تيقول لك الا دخل شي واحد خصها تعاود من نفس الفرقه اجي تشوف البينانتيات ديالنا ما كتعاودش دابا شي نوبه هنا حنا باش نزولوا شي نوبه الى الاربيط قال لك خصها تعاود على النوضو في القيل والقى قانونيا ما عندك ما تهضر معاه انا تنشوف البينانتيات والله العظيم الجوره تيدخلوا عائلاتهم تيدخلوا الديكويميتر وكل شيء داخل ومن بعد داك الشيء البينانيتي تيتحسب ايد القى اجي شتي البيت الثاني نمشيو دوليه البيت الثالث ديال الباكسا هي هذا في هذا الويكاند هي هذا نهار الحد البيت الثالث اللي طرفت شتي اخويا منير فكرني راه ما عقلتش انا حيت البارسا ما شفتهاش انا هذا الويكاند كانوا شي لعابه في لالين لا هذا انا الا جا قانونيا يغفد لي لاربيت كره سونترات واحد فعلا اوك جو ما وصلهاش نهائيا جا واحد مورا لوك جو دخل فيها براس ذاك البوكسو غالي ماركاها من بعد هذاك حسبوا بحال اللي مشارك في العمليه وهنا القانون ما تيتفهمش كيفاش مشارك في العمليه السيد تهز ما عنده حتى علاقه بالحارس بعيد عن الحارس بجوج متر وما قاش الكره واحد اخر اللي ماشي اوك جو ضرب لكم المهم شنو بغينا نقولوا سواء وطنيا ولا دوليا راه ما يبقاوش يقولوا لي
هذا حكم تيفهم في الكرة، هل القانون تيمكن لك تقراه؟ إذا تولي لا فيرسيون ديال لك الحكم كيشافها وسمحوا لي والله. العفو سي تامر، العفو مرحبا. هو يمكن ما نتفقش معك دوليا، بعدا راه كتشوف غير السرعة باش كيتخذ القرار وكينتج. ولي تروادي بلوك جو داك تروادي، أما داك الخط ديالنا ما تيتفهمليش. الخط ديالنا مرة زغبة، مرة مسطارة، مرة رويضة، مرة كيكة، مرة اللي بغيتي. يلاه لا لا تحياتي سي تامي، شكرا. قبل ما نمشيو فاصل عند أميمة، رشيد قال لك سي منير قلت بأن فخر الدين درب في بداية الألفية الثالثة الوداد، اظن انه درب موسم 96 بعد رحيل المدرب البرتغالي بيريز. أيه. لا هضرت انا على 2002 كمدرب رئيسي كان تعين ديك الساعه بعد لوزانو. تعين فخر الدين كمدرب رسمي الى نهايه الموسم ديك الساعه. عقل واضح حقبه ديال بيريز. آه. لا ريزون البرتغالي. تحياتي لكل المستمعين، ناخذ فاصل مع أميمة ونرجعوا نواصلوا معكم الحديث. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادة اف ام، ويقول المثل المغربي الشقيق، قال لك اللي بغى القراب كيتصاحب معاه في الشتاء، ماشي حتى الوقت اللي يكون فيك العطش عاد كيبان لك القراب راه صاحبك وحبيبك، راه خص في الاوقات هذه. وين هذا المثل؟ الله يودي، راه قالوا سيادنا عرفتي مع شي كاستاتاي وشي خليعه وداك الشيء ما نعاودش لك. خليعه اشاعه. بونجور دارتلك. معنا نور الدين من باري، مرحبا سي نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام سي نور الدين، اهلا وسهلا. نعم سي نور الدين لاباس عليك؟ إيمان. الحمد لله سي نور الدين، الله يبارك فيك. لاباس عليكم كلشي مزيان. الله يحفظك، الله يحفظك سي نور الدين. سي منير قلتي لنا غادي تقنط، غادي تقنط من البطوله. آه. ما غاديش تلعبش شكل 29. اييه 27. 27 علاش اخويا تقنط؟ كاين قسم وطني الثاني ما كيتنقلوش المباريات، ما كاينش النقل، ما كاينش النقل سي نور الدين. ما علاش هذا القسم الوطني الثاني ما يقدوش ينقلوا ولا الهوات؟ دابا يقدوا ولا ما يقدوش راه ما نقدرش نجاوبك، ولكن راه ما كيكونش النقل. ما يمكنش تشوف واحد تكلم على واحد المقابله وانت ما شفتيهاش. واخا ما كاينش النقل يعني، المهم السمع كنت تدوزوهم في الراديو. لا ما كندوزوهمش سي نور الدين. اسمع اقول لك انا دابا انا في باريس، ملي ما تتكونش قسم وطني الاول يعني البرو. أيه؟ نشوفوا قسم وطني الثاني وانا عزيز عليا الهوات، تمشي تفرج في الريستار، تنصلي العصر نهار الجمعه. دابا كتهضر على فرنسا ياك؟ تنتفرج تنتمتعوا. كتهضر على فرنسا؟ الدراري زوينين بزاف. واش كتهضر على فرنسا؟ على فرنسا. ايوا خويا علاش كتقارن معنا حنايا؟ خليك في فرنسا. ماشي تنقارن يعني. كتقارن حيت انا قلت لك غنقنط هنايا، قلتي لي انا راه هنايا في فرنسا فاش كن راه فرنسا الا ما كايناش لا ليغ ان راه غتهبط تشوف لا ليغ 2 تمتع مع راسك. بحال لا ليغ ما كاينش لا ليغ 2 كتمشي للناسيونال. سي نور الدين. سي نور الدين. وي. وتفضل. يعني بحال قلت ها انا دابا فرحان ملي فريق النادي قنيطة انتصر اول انتصار. ايه. الو راه كنسمعوك سي نور الدين. سي نور الدين طفي هذاك الشيء، طفي هذاك الشيء. راه الراديو ديالك ولا شي حاجه؟ الراديو باش تسمعنا مزيان. سي نور الدين. الو واش كتسمعنا دابا؟ طفي عافاك الراديو باش نقدروا نتواصلوا معاك مزيان. لا ما عنديش راديو خويا انا فورطه هاي كاع حيدو. وراه حيت كنسمعوا الصوت ديالنا حنا خارج تما. ما خارج دابا خارج سي بون. كتسمعنا مزيان؟ راه حنا اللي غادي نخرجوا الا بقيتي انت غادي بحال هكا. سي نور الدين. سي نور الدين. سي نور الدين، سي نور الدين الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. راك غادي سميتو دابا راه باقي واحد الساعه باقي ما عطيتيناش شي حاجه مزيانه، يلا قول لنا شي حاجه نستافدوا معك. الحاجه هي تنشكر يعني فريق جمهور النادي القنيطري اللي رحل مدينة سيدي قاسم، وتنحاول يعني يكون اول انتصار فريق النادي القنيطري تكون عندنا هذه البدايه، وتنشكر يعني كاع الطاقم التقني ديالكم. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك. شكرا لك. على ذكر النادي القنيطري، راه تم الانفصال مع انور مغنيه مدرب الفريق، وتم تعيين عبد الحق المازيني وصلاح الدين الخليفي هما اللي غادي يكونوا على راس الفريق فيما تبقى من دورات البطوله والله اعلم. بالشفاء العاجل مره اخرى لاسامه فالوح. جاتني حاجه اخرى. المهم ما واش
ما علينا. انا جاتني حاجه اخرى على هذا الوليد ولكن ما سبقش الاحداث. لا لا عطيتها الخبر ديال الانفصال عرفتها. لا ماشي على هذه، انا كندوك على هذا على الفلوح. فلوح الله يشافيه. الله يشافيه الله يشافيه الله يشافيه. ونوقفوا هنا. سيمونير لماذا ستقنط مباراه؟ هناك مباريات الوداد في السوبر ليغ، هل سيتوقف البرنامج؟ لا البرنامج ما غاديش يتوقف، غادي الوداد السوبر ليغ هذاك نيفو اخر، غادي تفرج الوداد وانيمبا وغتشوف الاهلي وغتشوف الترجي. حنا بغينا هنا ولكن شوف كاينه الفرجه ان شاء الله، ما مش حتقدر تغمض عينيك. سيمونير سول الفريخ امتى استمتع بالكره، امتى استمتع بالكره اكثر، واش فاش لعب الكره في الدرب صنداله من الصباح حتى الليل، ولا فاش لعب وسط الملاعب الكبرى باحسن الاحذيه الرياضيه؟ كل حاجه عندها مع الصاليرات. شوف السي مونير كل فتره عندها الحلاوه ديالها. الكارتي ما عمره ما غنساه، ما عمرك ما غتنسى الكارتي. ثم الانتقال ديالك حتى هو يكون شي حاجه اللي هو اجتهاد باش تمشي من الحي وتسيني في واحد الفريق عارق كالوداد، هذه كلها اشياء ما عمرها ما تنسى. نمشيو عند جمال طنجه. نمشيو عند جمال من طنجه. مرحبا سي جمال. تبارك الله على سي مونير، تحياتي اليك والى الاستاذ ديالنا فخر الدين والى الاخت ايمان. الله يبارك فيك خويا. الله يبارك فيك سي جمال. الله يجازيكم بخير تبارك الله عليكم. انا بغيت ندخل في واحد النقطه وصافي على الفريق ديالنا فريق اتحاد طنجه. مرحبا بك. انت الله يجازيك بخير سي فخر الدين. بغيت نقول زعما هاد المسيرين انا ما فهمناش الطريقه التسيير اللي كيسيروا بها الفريق. مغربيه يعني كنشوفوا هناك بزاف، ماشي مغربيه وصافي سي فخر الدين صراحه. ولا طنجاويه. اي سي فخر الدين واللي عطى الله هو هذا يعني صراحه. والله الا الجمهور انت دابا اسمح لي قطعتك سي جمال، انت يعني كتشوف دابا يعني هادشي كاع اللي مرت به اتحاد طنجه انا غنكون متفق معك 100%. يعني وما بغاش زعما تستافد من الاخطاء بزاف السي بصراحه بصح. يعني ما يمكنش لان هادشي هذا كتشوف المدرب دابا السي هلال الطير عمل واحد المعجزه مع الفريق، الفريق في الدوره 17 عنده جوج نقاط وضمن البقاء في الدوره 29 ويجيب بدايه الموسم على الاقل اذا كانت الامور شوى يعني شاف المسلم. اذا 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 كتكون شوف تما في كتحط واحد على علامه استفهام. نعم السي فخر. ايوا هنا هنا اش كتقول انت؟ ما يمكنش هذا المدرب اللي هو كان عنده النصيب حيت ما نعطيهوش ليه هو بوحده، نعطيو للعابه نعم. والجمهور مسيرين، ولكن كيفاش تم الانفصال؟ هذا هو المشكل السي فخر الدين. دابا حنا ما فهمنا والو صراحه، على الاقل اذا كان يعني المكتب المسير كيشوف الامور ما ماشاش مع السي هلال يجيب مثلا المدرب ناجح اللي كاين الان هو يبدا بريباراسيون كان يبدا يبدا التربوس يبدا التربص من بدايه الموسم باش ما نوقعوش في هذا المشكل هذا. دابا انت كتشوف واحد زيد عليا التطاحنات اللي وقعت سي جمال. سي جمال راه خصك لعابه سي جمال، خصك لعابه. نعم راه خصك لعابه. راه شوف راه والله يكون عندك لعابه الشيء المكتب يحضر المدرب ما يحضرش اللعاب كيدير لك لا ديفيرونس. لا هذه حاجه. راه شوف راه اليوم اللعابه ما, ما 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 عندك ما دير. طنجه راه ما عندهاش شي حاجه كثيره، راه ما جابتش شي حاجه اللي فهمتي. لا طبعا طبعا ما جبناش شي يعني شي لاعبين في المستوى الكبير. ما عندك ما دير سي جمال. والملعب توا ديالكم الملعب توا ما كاينش توا مشكله. هذه هي النقطه اللي كنت غنقولها سي فخر الدين، هذا مشكل كبير صراحه. لان ما فيناش يعني الجمهور كيعطيو الفريق وزيد عليها انت كتشوف الفريق يلعب في طوال الثلوثات. لا صعيب الحال، صعيب سي جمال، صعيب لك التنقلات صعيبه. سي فخر الدين لان يعني المشكله راه معروف دابا حنا الجماهير الله يهدي الله يهدينا على بعضنا. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. يعني هذه رياضه الجبار دابا. انا كنت كنتمنى سي جمال شوف اسمح لي الا قاطعتك، كنت كنتمنى ذاك ملعب مرشان كان يبقى ولو غير معلامه شي حاجه اللي تبقى في فخر الدين. والله الا عرفتي كان يتغطى مزيان شوف ويتصيبوا لي المرافق ديالو. وراك اليوم دابا اتحاد طنجه كتلعب وسط ديك المدينه والحمد لله الجمهور يكون محترم. جبرتيني في الاسبوع الماضي سي فخر الدين اسمح لي اذا قطعتك. مرحبا. مشيت تما مشيت لديك البلاصه تما في ملعب مرشان كنشوف القافعه واحد البوطو ديال الضوء كبير هو اللي بقى تما من ديك والله الا ديك واش داروا تما؟ اش داروا تما السي جمال؟ اش داروا تما؟ عاملين تما واحد جوج ملاعب قرب سي فخر الدين وملعب بالنسبه للاطفال. ايوا انت غادير ملاعب قرب تخلي هذاك الملعب هكا كيبقى يبقى ذاك الملعب زوين. ولا ولا المنطقه سي فخر الدين. ايوا واش غندير لك اخويا احنا ما للاسف. ونتمنى خير ان شاء الله. تحياتي سي جمال. الله يجزيك بخير سي فخر. شكرا. بارك الله عليك. الله يبارك فيك سي جمال. شكرا سي جمال تحيه لك. الخير كيجيب العمل امونير. حنا دابا ولفنا نقولوا الله يدير هذا ربي راه كاين، ولكن كيقول لك خدم عبدي وانا نعينك ولا سبب عبدي وانا نعينك.
حنا ما عندنا، حنا باقي عندنا داكشي ديال الجلس اتونسيون راه ما يمكنش. انا والله الا كنتسال على داك الملعب رغم ان انا ما عنديش درايه، يمكن السلطات فاهمه بزاف، هذاك الملعب كان زوين صغيور كان يتقاد ويبقى فحال شي. انا غنزيد التساؤل، مازال ملعب مرشان نقولوا راه مشى كان هنا ما بقاش، انا غنتسال على ملعب المبيعات في اكادير. حتى هو هذاك اللي جا في اشنو دابا ما عرفتش، كان يمكن غيشملوا واحد المخطط لاعاده التهيئه تما ولا شنو كاين. انا نقول واحد القضيه بحال دابا ملعب المبيعات وهذا ديال مرشان لعبت فيهم انايا، هما بحكم يعني راه جاو في واحد البلاصه موقع استراتيجي، لا مرشان ولا نبيعات، نبيعات خلاص منير جا في واحد الموقع استراتيجي بزاف والسياح وهذا. واش تخوف من دابا ما تشي ولا دابا الحضور الجماهيري ولا بكثره جو سي با، هما ملاعب كانوا خصهم يبقاو غادي يعاونوك في هاد الماتشات اللي كنتي كتلعب تحت طنجه، كانت غادي تبارك الله تستافد من مرشان. من ملعب مرشان وعلى اين حنا مستمعينا الكرام غادي ننهيو حلقه اليوم على امل اللقاء بكم في حلقه يوم الغد. شكرا لك فخر الدين. تحيه لك منير. شكرا ايمان. شكرا لك منير. ونتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقه جديده دائما من الواحده الى الثالثه. شكرا امي في الاخراج، الى اللقاء.